Now we're live. Now we're live. الحين منصج live. Okay, so how was your 2020? That's the question I was asking. My 2020, والله ما أدري شنو شعوري بالنسبة حق 2020. Weird, بس أحسها سنة الاكتشافات. وايد mainly من الناس والشخصيات. وتكتشف إنه يعني أنت لازم تكون صبور. وأكو أشياء أوكي أطنشها. وبعدين ما أدري شعوري مع الناس عشان أنا ما خذيت إجازة. يعني إحنا فترة كوفيد يعني هي 2020 كنا يعني بس خلاص هي سنة الكوفيد ولا الكورونا. فبالتالي إن أنت لما تشوف الناس قاعدة إجازات ويتحطمون وأنا كل يوم قاعدة أقوم أروح الدوام. يا حبيبي قلت ايش فيهم الناس يتحطمون يعني انا مستعد اكستشينج يعني تعال داهم وبدالي لما عقب فتشه والحاضر وشي اللي انا كنت اقول المفروض انا طالب الدوله احنا كطاقم طبي يعطونا اجازه نقعد في البيت كثر اللي الناس قاعده في البيت يعني هذا شعوري على 2020 يعني let's back up so you're a doctor I am a doctor okay yes. what's your specialty again أنا باطنية أو internal medicine حلو. وعندي subspecialty باطنية حوامل اللي هي obstetric medicine أو maternal medicine كل نفس الشيء أو medical complication in a pregnancy حلو و as I know you're the first you were the first in 2012 yes in the Middle East not just Kuwait the Middle East in 2012 أنا I started or we established a fellowship program بالكويت حلو بالكويت وبالعالم it's the only fellowship program that is certified يعني أنا الفيلوشيب اللي سويتها سويتها بكندا ورجعت للكويت 2006 فأنا من 2007 let's say I was practicing in obstetric medicine حلو بس as a doctor 2012 we established the fellowship فهو بالعالم we're the first certified program بالميدل ايست احنا اول ناس الكويت اللي عندنا such a program لان اللي دار مدارنا البروجرامز بالدول اللي دار مدارنا عندهم تقريبا نفس التخصص بس حق ملوت امراض النساء والولاده مو ملوت امراض الباطنيه حلو فاحنا وير يونيك ان ذس Okay, that's before COVID, obviously. هذا before COVID. هذا من 2012 يعني way long before COVID. Okay, شنو تخصصك بCOVID? I guess walk me through the timeline because the Kuwait سكروا like what March 12th. March 12th. When كنتي بهال شنو شلون تغير دوامك شلون تغيرت وظيفتك؟ إحنا أنا basically من 2012. أنا بس قاعدة أسوي باطنية حوامل ما أسوي باطنية عادي عندي عيادة ثانية شوية related to general medicine بس mainly شغل الأساسي اللي هو باطنية حوامل إلى أن صار فبراير 2020 هذا لمن اللي العالم أو هو من جانوري اللي العالم شوي بدأ يستوعب قصة كوفيد وقام يزيد انتشاره هو بدأ بالصين بوهان وبعدين صارت إيطاليا هي اليوروبيان فوكس I would say فأنا كنت بروح بالي لا أشوف الحظ يعني عشان شيء أقول لك أنا ما أدري شو شعوري حق 2020 كان المفروض بالي it's the first group trip أنا again أنا دائما I define myself أو مثلا as a career أنا أقول أنا I'm a doctor in the morning spa owner in the afternoon and the traveler in between. حلو. فأنا sometimes I do group travel trips as a part time. ففبراير كانت رحلة بالي بالعيد الوطني هذه المفروض أول group trip أنا أسويها I plan it from A to Z وكانت ladies only والمفروض المكان كان عجيب الأيتين عجيب يعني I had so many cancellation يعني إحنا كنا ثمانية. حلو. We ended up three. والسبة كوفيد فأنا يعني وايد حاقدة على كوفيد لأنه صراحة تروند ذا يعني إحنا بالنهاية استأنسنا إحنا اللي سافرنا يعني we had amazing time وصراحة أشوفنا رحنا لأن بعدين انحكرنا عقب بس يعني كان مشكلة كوفيد خلت وايد ناس يكنسلون يعني ما يبون يروحون
يعني toward that part of Asia والسبب كورونا. قرب المايك عشان صوتي يطلع واضح حقهم. فاحنا فكان كل الناس يسألون انت بتروحين، فانا قاعد اقول لهم اصلا اندونيسيا ما فيها شيء، يعني كله محطوط بالصين، ماكو ما انتقل وسكروا هم البوردر immediately. هذا شهر 2 ولا 3؟ هذا كان شهر 2، انا كنت بروح العيد الوطني. انا دائما حلو سكروا البوردر مبكر يعني. اي اندونيسيا سكروا مبكر، وصراحه هم من اخر الدول اللي مو من اخر الدول بس يعني very late compared حق يعني هو بدا من نوفمبر ديسمبر. يعني هم لما اول حاله تيهم ريجستر عندهم مارش، يعني هذا something good. صح اكيد هي. فهم من زمان سكروا الحدود، واحنا لما رحنا قاعد يقولون لنا يور لك لان التشاينيز مو موجودين. فما في زحمه، ما في زحمه وايد. حلو. ايوه رجعت من الكويت، احنا كنا من الاماكن اللي ما عليها ريستريكشن، واوكي ذا تشيك تمبرتشر بالهذا الحراري اللي بالمطار وعادي، يعني ما رحنا كلينك ما رحنا شيء. حنين داومت وطبعا ما في حجر ما في شيء. داومت اول يوم عادي عندي عيادتي ومي شنو، بعدين ثاني يوم انه لا الوضع ويرد، ثالث يوم كان يقول خلاص بس سكروا وسكروا، قالوا بس حق الامرجنسيز، يعني المستشفيات فاتحه بس حق امرجنسي، فكل العيادات انا شغلك كل العيادات. فكان كلمني رئيس القسم، وانا يعني قلت الحين اوكي ما يصير اقعد بس كذي، وبداوا عاد يفتحون المحاجر وانه يبون المتطوعين، وكل من يدق شيء وكل ما تدق على احد ما يرد عليك، يعني الناس بزي، يعني شيء جديد صار على العالم وبالكويت، فيعني ما حد مستعد له، ما صراحه ما حد توقع انه it would have that much of impact. مما فجأة انا قاعده بامان الله تشدق علي رئيس القسم، الناس شلون هل زينة، شنو يقول لي احنا الحين بنسوي بالاميري كوفيد تيم. قلت له يا شور على طول، قلت له وديني، شنو يقول لي ان انا مرشحك ان انت تكونين رئيس فريق الكوفيد. قلت له يس شور، طبعا انا قلت ايه وما ادري شنو، يعني بس انه ما اقدر اقعد، يعني انا يا اسافر يا اداوم، اجازه اقعد في البيت الحين يمكن ابيها، بس يعني ما يعني ما اقدر، انا ما اقدر اقعد ما اسوي شيء، يعني I always like to keep myself busy. حلو. فوالله we met next day، كان يقول لي احنا الحين هذا الفريق، ان انت راح تكون رئيس الفريق، ومعك هالدكتور والدكتوره للاسيستنت وهذيل، يعني التيم كان تيمنا فيه احنا ان توتال تقريبا 12 او 13 هذا بمارش. حلو. طبعا خلاص كل شيء تسكر، ما في عيادات ما في شيء، بس فاحنا كنا وير مانجينج، يعني لما المرضى يجون احنا عندنا بالاميري صار ان قسمنا المباني كوفيد ان نون كوفيد. اوكي. فصار عندنا المبنى الجديد بالاميري هذا اللي هو كوفيد فري او نون كوفيد، وعندنا الاولد بيلدينج الاميري. فشنو سوينا عشان تو ميك شور ان يعني انت يور سيبريتينج كوفيد ان نون كوفيد ولا كوفيد فري اريا من كوفيد كونتامينيتد اريا، نقلنا اكل اولد بيلدينج كان ستيل في قسم الجراحه والاطفال، هذول كلهم انتقلوا حق المبنى الجديد. حلو. بالاميري. فالمبنى الجديد صار هو بيسيكلي كوفيد فري سبوزيتلي. والقديم؟ القديم احنا at that time كنا ندخل الحالات اللي مشتبه فيها، يعني احنا اوكي فهمت. احنا اول ما بدينا طبعا كان فوضى، ها كان فوضى الاعصاب بالمخبه، يعني كل واحد استنست وكل حاله اتي اتس كوفيد انتل بروفن اذروايز. اوكي. خصوصا لما يجون باعراض مثلا chest symptoms، يعني مثلا احد جاي حراره كحه، يعني عرفت. بعدين حتى تطلع لك شيء اشياء ويرد، فاللي احنا كنا كل اسبوع قاعد نكتشف اكو نيو symptoms حق كوفيد. فاحنا لما بدينا شويه بعدين الاميري اللي يعرفون جغرافية الكويت خريطه الكويت منو يمنا، المباركية الشرق المرقاب هذيل العماير، يعني هذا من كلام ملوت الأسعاف والمطافي. حلو. العمارة مطافي؟ اي لأن الحين نيلك بالهذا. العمارة الكباسيتي مالتها ممكن 300 نفر. اوكي. كم يطلع لك من العمارة؟ كم؟ يطلع لك 1000. لا مصير؟ اي لان الشقه الواحده يكون فيها من 80 الى 100 واحد. من ايش كبر الشقه هذه؟
الوافدين الفقارة أيا كانت الشقة، فهم شنو كانوا مثلا؟ هذا يشتغل بورتر بهالمستشفى وهذا يشتغل بورتر بمستشفى ثاني، دوامهم شفتات، فذي شير ذا بد يعني okay. هذا شفته بالليل فينام الصبح لي بالليل، هذاك اللي دوامه الصبح يرجع بالليل، هذا يكون رايح دوامه فينام. حلو. فتلاقي الشقة نفسها فيها يمكن 100 واحد يعني التصوير، واعتقد انتشر بالكويت التصوير، ما لأن لما صار الإجلاء والنائي الإخلاء يطلعونهم كانوا لازم المطافي والإسعاف يكونون موجودين مع الصحة الوقائية، كانوا يطوقون لهذا، فهذا دور المطاف. أنت قاعد تقولي ليش المطاف؟ لأنهم كانوا بارت أوف الإخلاء. بس كم عمارة؟ وايد يعني، وايد مشكلة لأنه يصير واحد فيه دفع واحد عندك 100، إذا العمارة الواحدة يطلع منها 1000 إف الجوار. فهذيلا كانوا ياخذونهم. إحنا طبعا شلون اكتشفنا؟ إحنا منيل وتقريبا مثلا الأعراض كوفيد حلو، أو مثلا أشعة الصدر تدخل، إحنا ناخذ العنوان. إحنا يعني بدينا بطريقة جدا بدائية، يعني ترى على ما صار شهر 5 أو آخر 4 بداية رمضان وايد تطور الموضوع من بدايتنا. احنا صحيح. كانت الاشياء مانيوال، كانت الحين ناخذ المسحه وتكتب الاشياء والعنوان، وطبعا هو مثلا بطاقه الشرق بس هو تلاقي ساكن بالجليب بس ما له علاقه، فانت تبي الاكتوال ادرس. حلو. العينات كنا ناخذها يعني ياخذون المسحه بالاميري، بس في ترانسبورتيشن حق العينات حق مكان واحد مخصص. حلو. يا الشعب كان يا مستشفى جابر، هذا المختبر الوحيد اللي ران all the tests صح؟ ايه. أوكي. فإحنا كنا ننطر تقريباً 2 days على ما توصلنا النتيجة. أوكي. فإحنا بدينا أول فترة أي حالة تأخذ لها مسحة تدخلها المستشفى. ينطر. ايه ينطر النتيجة. طلعت النتيجة positive عاد تودي المستشفى الميداني ولا المحاجر إذا ما يحتاج شيء. وسكرين الباجي. طلعت نيجاتيف خلاص اطلع على البيت. فأنت متخيل أول فترة إيش كثر اللي يونا، لأن مثلاً الحين هذا الحين دخلنا واحد أياً كانت جنسيته، وبعدين عقب يومين طلع بوزيتيف فهو أوردي قال حق ربعه، تلاقي ثاني يوم عقب ما تطلع نتيجته عقب يومين الثالث يين رفيجة إنه بعد يكحكه مشينش يقول أنا رفيجة اللي ساكن معاي بالشقة طلع بوزيتيف أنتوا وديتوا مشرف. فمن نص ثلاثة لآخرة وأول أربعة يتنا أنا سميها موجة المحيط الهندي. كل تقريبا ملوت شرق والمرقاب وهذيلة كلهم قاموا يجون، وصراحة هم they were sick يعني يحتاجون حتى دخول. فإحنا شلون عرفنا اللي بعدين صار إنه كم العدد اليوم يعني؟ يعني باليوم يعني إحنا تقريبا يوميا كنا نسوي 100 إلى 120 مسحة. حلو. يعني averaging من 80 ل 120 فنقول ممكن 100 باليوم. كان تقريبا يمكن يطلعوا لنا 60 مسحة positive. واو. كان very high number. فصارت عندنا مشكلة يعني. هذا شهر 4 يعني؟ آخر 3 شهر 3 آخر 4. فأول الأرقام ما كانوا كويتين غالبا. لا 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 لا, لا. كنا نستغرب بداية كويتي. أوكي. بس هذا أنا قاعد أتكلم عن الأميري. حلو. عقب تطور الموضوع لأنه قام يصير تكدس. فقام تصير حنا إنه ما يصير أنتوا بس اللي بتخلونا بمكان واحد. إحنا وينيدس، إحنا عندنا good population وهم ذيرسك. والفترة الأولى ما حد كان عامل حساب، ما أدري إذا حد عامل حساب شيء، بس ما أعتقد كان في توقع إنه راح يطلعون كذي. كنا كلنا خايفين من اللي بيجوا من برا، اللي بيجوا من فرنسا ومن لندن. اللي بعدين قاموا يبونهم طياير الإجلاء. حلو. فجتنا موجة المحيط الهندي نوعا ما عبستنا فوق تحت. أكيد. وصراحة هذه أنا I could say كانت stressful period وأكثر فترة تعب فيها my team. لأن إحنا بدينا تقريبا
احنا قمنا نجزئ ناس بالأجنحة وناس تحت نسميهم السوابرز. ويداومون تري شيفت، فيعني اكو تيم بس شغلته انه هو سواب المرضى. حلو. لان كانوا وايد يون، يعني انت متخيل مرات يون يكونون واقفين طابور من برا، يعني لان انت هم at the same time ما تبي تحكرهم بمكان واحد، تبي تخليهم معزولين عشان انت عندك صوب ثاني بالمستشفى ما تبي الحالات اللي اصلا جاية مو كوفيد، جاية بشيء ثاني، ما تبيهم يختلطون مع هذيل عشان ما يصير هم سبب انه تتنقل لهم العدوى يعني. فتعرف اللي كل ساعه انه ريديستريبيوت الاماكن، ريديستريبيوت وين المرضى ينطرون وكذي يعني. فهذه وي اكستندد ذا تيم او اكسباندد ذا تيم من 30 كنا يونت واحده، كنا بس تيم بس كوفيد تيم، بعدين صار كوفيد تيم 1 كوفيد تيم 2. حلو. عشان قمنا حتى الخفارات لان كانت اول 1 and 2 يعني every other day يداومون، بعدين قلنا اوكي خل اكسباند ذا تيم عشان الناس بدت تتعب، لان اكو كانوا ناس بعدين من شهر 2 اوفيشلي التيم تكون شهر 3، فهذيل اللي من عطله العيد الوطني اللي ان اوفيشلي قاعدين يشتغلون لين صار شهر 3 اخر 3 بس. حلو. بدأوا يتعبون. صح. فبدينا لما صرنا كوفيد 1 كوفيد 2 كوفيد 3 على شهر اول 5 دخلنا شهر كوفيد 3، فصار يعني كنا a separate medical department بس حق كوفيد. حلو. وصار اكو separate department حق non covid. فاكيد. فكنا هني 3 units وهني 4 units which is الفرق ترى مو وايد يعني ك medical practice. بس تنظم الشغل، جابولنا الريجنت، قمنا نطلع المسحات عندنا بالمستشفى. الريجنت هو اللي حق المسحة السواب. آه يسمونه أوكي. هذا السواب المسحة. حلو. أول كانوا يعني نسويها بس نطرشها مستشفى جابر أو مختبر الشعب، بعدين صار إنه لا خلاص يعني كل مستشفى لها اللاب مالها. لها اللاب مالها فخلوها، ليش إحنا نطرشها مكان واحد؟ لأنه قام يصير ضغط، تأخر النتائج، الناس التك، وبعدين عاد كان يصير إنه you know what إنه اللي مو مريض وايد إيش حقه دخله، أخذ رقم تليفونه وعنوانه وطرشهم البيت. يعني عرفت every day we adjust على الوضع اللي يصير يعني. والحين شلون؟ وين وصلنا الحين؟ الحمد لله أنا طبعا طلعت من كوفيد، أنا 1/7 طلعت من كوفيد تيم. أوكي رديت يعني استقلت من رئاسة كوفيد تيم. لا بدأ يصير الوضع نوعا ما under control. حلو. وبدأوا شوية يشغلون العيادات. حلو. بعض المستشفيات، فأنا أقطع عيادات بالأميري وأقطع عيادة بالمستشفى الولادة. حلو. وأنا مرضاي التخصص اللي إحنا قلناه اللي هو باطنية الحوامل، يعني technically I'm the only one in Kuwait who can manage this. أفهمك. فلما يصيرون هذيل المرضى 3 اشهر without supervision it's too much. اكيد اكيد. فبدينا عياده واحده. حلو. في مستشفى الولاده. حلو. بعدين كان يصيرون عيادتين. أيه. لان اكو تيم كان موجود بعد في مستشفى الولاده بس الحين هالتيم يغطي كوفيد تيم. حلو. فبالتالي ماكو احد، فاحنا اضطرينا ان اوكي بدال عياده واحده خليها عيادتين، بعدين صاروا 3 عيادات، وشوي شوي بدا يستقر الوضع. اوكي فانت من الحين تقريبا كل المستشفيات almost 75% يشغلون عيادات، في مستشفيات فيرتشوال يعني او تيلي كلينك. حلو. اي فيعني اتس زوم كلينك، فالمريض توصله مسج، هذا عندنا احنا بالاميري، المريض توصله مسج هذا الموعد واللينك، كليك ان ذا لينك، الدكتور قاعد بالعياده وكوميونيكيت، الادويه تنطبع بالكمبيوتر والمريض up to hub، يا اما through the application مال الاميري يطلب ان ادويته. عندهم application؟ عندنا application. Oh, okay. You can actually تستفسر، تسال الدكاتره، تحدد موعد اذا انت عندك ملف من قبل. ما كنت ادري كلش. انا قزرت طول فتره كوفيد مع ان انا كنت اداوم. بس again part of ان انا كنت في كوفيد تيم ما بيدخل صوب الصيدليه اكيد حق النون كوفيد، فادويته كنا نطلبها من الابلكيشن، يوصلون ريجستر، تصور صوره البريسكربشن ابلودد زين، واول الفتره
كانت المطافي يوصلونهم للبيوت. بلا صح أذكر هذا يعني. الحين في الأوبشن إنه يوصلون لك إياهم البيت أو إنه يوصلونهم أقرب مستوصف حقك أنت تبي، مثلاً العاصمة أكو الشامية أكو اليرموك أكو، أنت تطلب أي مستوصف يودون الأدوية تروح تأخذهم يعني. أنت تطلبهم اليوم باكر ولا بالكثير عقب باكر أدويتك واصل المستوصف، يقولون عليك يقول لك أدويتك جاهزة. حلو سهل صار الموضوع يعني. الحين أصلاً أكو وايد ناس قاموا خلاص ما نبني العيادة بس بالزوم وما ما له داعي، والأدوية توصلهم لعندهم يعني. إيه وايد صح، ما أنا ما جربت هذا للحين. اكتشفنا إن مو كل المرضى يحتاجون يون مستشفى. لا غالباً لا. أنا أخذ أدوية صيد ربو بس أنا ولا مرة اضطريت، ما أحتاج أدش عند الدكتور بس عشان يحطه بالكمبيوتر، بس ولا مرة كلمته حتى بيرلي أكلمه، أعرف اسم الدواء، أعرف الدوزج، أعرف كل شيء. هذه أنا أقول من محاسن كورونا أو كوفيد طلعت مواهب يعني. إحنا كنا ليش كثر يعني من قبل كورونا نبي أشياء تكون إلكترونيك. أكيد يعني ليبتة أنا أقعد أكتب لاب ريكوست وأعطي المريض عشان يروح المختبر. فإحنا شلون ضغطنا عليهم؟ كان في عندنا ناس are willing إن هي تسوي هالشيء الـ IT system أو الـ IT department. فكان نقول لهم إن you know what، أنا عشان مثلا الحين إحنا مثلا دخلنا مريض طلع كوفيد، فتودي يا مستشفى جابر أو مشرف حق النون كويتيز. مرة طافنا الباص، أكو باص إيه، لأن لما يكون مثلا 20 مريض ما تنقلهم بإسعاف، تنقلهم بباص يوفرونه الإسعاف. مرة طافنا الباص مشى من غير ولا مريض لأن صار في تأخير بختم الخروج. أوكي. فأنت متخيل أنت لما يعني محاكي الأكل ماكو عشان أوكي يلا خلنا ننقل هذيل المرضى، لأن أنا أحتاج أفضل الأجنحة عشان أكو مرضى ثانيين ينطرون. فأنا طبعاً فأنا كل شيء يعني أنا يمكن ما كنت دايركتلي مع البيشنت بس كل شيء علي أنا، كل يعني كل هوشة تصير يدقون علي، كل واحد ما يرضى ما يسوي بيشنو يدقون علي، هذا ناقص يدق يعني عرفتي. فيوم دقوا وقالوا لي الباص الباص مشى. زين الباص ليش مشى يعني؟ ما عنده حد فاضي. لا بس ينطر يعني، هو قاعد نطر ربع ساعة ما ينص ساعة ما حد يا مشى إيه خلاص بس بيرد يعني 11 بالليل نطر له 11 ونص ويروحون هم ما أدري وين يعني مكان بعيد يعني سكنهم خلاص. أوكي يعني خلص دوامه يعني. أن إيه خلص دوامه بس خلاص. النكست وان عديك الساعة 7 الصبح. وين فرق؟ أحيانا وأنا أخليهم هذيلا كل ناس قاعدة تنطر شيء. فهني كان نقول لهم طبعا من تصير شيء ثاني يوم اجتماع طارئ مع كل ملوت الإدارة هذا صار شيء يعني. فالمهم إن لا خلاص نحط سياسة إن الكوفيد دخول وخروج بالكمبيوتر، اللي بالجناح يحطون إن هذا دخل، اللي بالجناح يقولون إن هذا طلع، أنا ما أحتاج ختم. وبعدين ما نبي أوراق، شحقة كل ساعة أوراق مني منا رايحة ورادة وكذي، ما نبي أوراق، كل شيء خلوه بالكمبيوتر. فبدينا المختبرات لاب يعني التحاليل نطلبهم بالكمبيوتر، وشوي شوي بدينا إن طبقنا إن حتى الأدوية أنا ما أبي بورتر رايح راد، شنو أنا شنو فادني إذا البورتر قاعد ينتقل؟ لأن كانت الصيدلية بالمبنى الجديد. حلو. زي حطوا لنا صيدلية بالمبنى هذا. أو المختبر الرئيسي بالمبنى الجديد. حلو. فأنا شنو استفدت إذا أنا عازل المرضى بس البورتر قاعد يدخل ويطلع؟ ما سمع صح. فشويش وأقولك طلعت محاسن كورونا. في وقت كورونا نصارت الأشياء بالكمبيوتر، صار في إنه يعني مثل handling system يعني ما يصير في يعني نحاول نقلل الاحتكاك. والله طلعت الحين صار عندنا virtual clinics بزوم، الوصفات كلها بالكمبيوتر و it's good يعني. أوكي حلو. فأنت من 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 سفرة بالي أنت مداومة؟ إيه. بيسكلي ما خذيت إجازة للحين؟ بلا خذيت إجازة. أوكي. أول ما سمحوا لنا إحنا يعني طبعا خلاص يعني اللي أنا I was lucky أنا قدرت أسافر وأرجع. الناس اللي كانوا حاجزين إجازاتهم شهر 3 كلتي كنسلت يعني. حلو. فطلع قرار أن كل الدكاترة تلغى إجازاتهم وممنوعين من الإجازة إلى أشعار آخر. ويكند فيه ولا ما فيه؟ لا 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 لا
ما احنا ما عندنا ماكو ويكند. لا لا لا، انت وحظك يصادف انت دوام دوام، ما يصادف دوام يو جت ا ويكند اوف يعني. بس يعني دو يو ورك 7 دايز ا ويك ولا 5؟ احنا 24/7 يعني. احنا مثلا احنا بكوفيد تيم كنا خفارتنا يوم وترك. أوكي. يعني التيم يداوم اليوم بعدين عقب باكر نكست شيفت بعدين. أوكي. لما نزدنا صار every two days يعني. أوكي. كان أوكي. اليوم مثلا تيم 1 باكر تيم 2 لعقبه تيم 3 بعدين يرد 1 2 3. اوكي حلو. النون كوفيد كانوا يعني internal division. حلو. يعني مثلا يقسمون نص يداوم هالاسبوع عشان هم انت at the same time تبي تقلل exposure، انت ما تبي الناس وايد تحتك، ما تبي يصير تجمعات. اكيد. ف هذول يداومون الحين الاسبوع، التيم الثاني قاعد في البيت، بعدين عقب اسبوع they switch. هذول شوي صاروا لكي، بس اللي بالكوفيد تيم لا ما كان اكو اجازه، ما يداومون كل يوم وترك. لما اخر 8 كان يطلعون قرار انه عادي. لا استغفر الله، شهر 6، لان من شهر 6 بدات تقل الاعداد، هلا ما صار الحظر الكلي وكذي. بدات شوي تقل الاعداد، قام يصير مور كنترول على الوضع وخلاص ما في تجمعات ما في شيء، فقلت الاعداد. فكان يقولون ان اللي ما طلع اجازه خلال 6 اشهر يقدر يطلع، يعني عندك من 1/7 ل 31/10 ماكسيمم 2 ويكس بس. حلوين. اي بس انا كمان ما كان ينطبق علي لان انا طالع شهر 2. اي اوكي اوكي. فانا نطرت لما شهر 9. اوكي. ويوم فتحوا الطيران، ولان انت حتى لو هذا مو كل الطيران اصلا مو كل الدول فاتحه يعني. إيه فما كان إيه. ما كانت لا تركيا، تركيا فتحت اعتقد شهر 8. 1/8 اللي فتحوا المطار عندنا بالكويت. 1/8 اوكي. اي 1/8 فتحوا المطار بالكويت. اوكي. انا نص 9 كان اسافر، خذيت اسبوع. وين تركيا؟ وين رحت؟ تركيا بودروم. اوكي حلو. كانت نايس لان ما طبعا كم كان يسأل ما كنت خايفه؟ لا ما وصل مرحله ما بس مو فارقه خلاص. اي بالضبط. ان والحجر اسبوع، قلت ان شاء الله حجر اسبوع اجازه. انا بالنسبه لي كانت اجازه. فاحنا الدكاتره كان حجرنا اسبوع. ايه. واختي تشتغل بشلونك، قلت لها ما يصير تخلينا اسبوعين. لان انا بالنسبه لي اجازه مرتاحه، ما له داعي يعني احد يدق علي. فبس لا كان اسبوع يعني والحمد لله. شلون بودروم شهر 9؟ والله كانت عجيبه صراحه، الجو كان جدا جدا فايق ورايق عجيب. القعدات كلها اوت دور بس هم ملتزمين. يعني انت لما تكون قاعد برا ما تحاتي انه يعني هو مع كوفيد انت تخاف ان المكان مسكر. حلو. بس لما يكون مكان مفتوح خلاص يعني في فريش اير، في فنتيليشن، فما تحاتي. وصراحه ما كان زحمه وايد. وانا مقتنع ان ماي البحر يعالج كل شيء يعني. فكان زين. والطيائر كانت فاضيه، ما فاضية كان يعني. ما كان اكو زحمه. بس لازم تلبسين كمام اعتقد طول الوقت صح؟ اي وتشز عادي يعني. شو اسمه يعني انت لما ما يكون اكو حد يمك عادي. ايه. تنزله. اوكي ما يقولوا لك شيء. لا ما يقولوا لك شيء. اوكي انا اوكي انا شفت الاماراتي عندهم تعرفين فيرست كلاس مالهم اللي هو غرفه. ايه. بس للحين حتى لا داخل غرفتك للحين يو هاف تو بوت الماسك. والله الكويتيه كانوا لا حرام. انا شوف انا كان طيرت الفير فانا نمت. اوكي بس يعني كنت حاطته شيء يعني على الطرف شويه. فاهم شو عم تسوي. اي لا زين تسوي. اوكي زين خلينا نتكلم على السفر دام بلشنا بالطيران. تبين اقول ماي فيفرت توبيك. تبين اقول الدول ولا تبي تقولينهم؟ ها الدول. انت قول. لا شوف انت لازم تسالني شلون صار كذي. اي اوكي صح. شلون من متى تسافرين كذي؟ اماكن غريبه. احنا اول اعتقد كل الكويتيين والخليجيين نعيد الدول نروح نفسهم للحين. لما انا فجاه كان اقرر ان ما ابي اعيد الدول. حلو. وكان وقتها ايام لابتوب عادي. يمكن اول ما رجعت من كندا، انا رجعت من كندا 2006. حلو. وهناك اكتشفنا اكو كان ابلكيشن بين، اعتقد ابلكيشن بين
وقتها ما كان اب موبايل اب، كان بس باللابتوب يعني بالكمبيوتر بالديسكتوب. فانا داخله وشي قاعده طالع كم دوله مسافره، انت بس يعني يتك الدول اللي مسافره ويطلع لك كم البرسنتج. حلو. فانا at that time طلع لي يا 9 أو 11%. فانا قاعده مع ابوي بالصاله، كان يطلع ابوي اكثر مني. قلت ها، وطلع رايح دول مو رايحتها يعني يعني كنا ما كنا ما يصير. ف كان اقول له طلع هو يمكن 21% و22% من العالم. وايد يعني ترى هذا مو شويه، كلش مو شويه. صدمني انا عاد اروح اسافر وايد، طلع الحين اكو احد يسافر اكثر مني يعني زين. فابوي طلع رايح الصين، رايح اليابان، يعني وايد رايح دول. وبعدين هو يعني هي خريطه العالم فتطلع لك، عشان اكتشف افريقيا يعني ما فيها لون، يعني بس مصر. بس مصر اي صح. فشي كنا يعني تعرف هذا شي يشتغل ويشتغل، كنا نقول لا 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 ما يصير، لازم لازم في الخريطة يعني تنعاد ألوانها يعني. أكيد. وعقب نزلوا أبليكيشن بين في الموبايلات وكذي، فصار هوس شوية إنه يعني خلاص أنت طالع وكل ساعة يتك وتشوف كم دولة بالعالم. فأنا أعتقد بديت يمكن ب56 دولة كنت رايحة. ما شاء الله. اعتقد اتوقع هذا بروحه عالي، هذا اعلى من كل الناس يعني. بس كان وصلت 18%. هذا 56 18 ولا اعتقد. أوكي. يعني هو يحط لك عدد الدول وبعدين كم برسنتج من العالم. اوكي حلو. فانا بعدين كان اقول ان لا انا الحين ما راح اعيد دول، لازم ابدي اروح دول، دول انا مو رايحت لها شمالك اليوم والثاني عايدة الدول. اكيد. كان اكتشف ان انا ضيعت 6 سنين بكندا. ما رحت إلا المكسيك بس. يعني زين يعني وبورتوريكو أنا عبالي رايحة دولة طلعتها بأمريكا يعني حتى ما تنحس مو من الحسبة يعني. ألاسكا للحين الناس هابة فيها، والله الدكتور هناك كندي معي عايز وهو يقول لي إناس لازم تروحين ألاسكا it's amazing، وعلى قولته روح الكروز in August it's amazing. بس تعرف إنه ذيك الفترة ما عندنا وايد orientation على السفر، وإنه شلون it's actually joyful. كشت فيه الحين طبعا متحسفة يعني، لو أدري أنا كان رايح ألاسكا وأنا هناك بدال الحين بروح نص العالم عشان بس إيه درب عشان أوصلها. فهني قررت إن أروح. فبد أول رحلة رحت لها group trip طبعا يعني again هذه من التغيرات اللي تصير with time، إن أول تسافر مع أهلك ربعك اللي تعرفهم، بعدين إن صار أوكي بدت شوية أكو تطلع جروبات، فكان أقول أنا خلا جرب جروب تريب ليش لا. فصدف إن أكو ناس عارفهم يعني معاي بالنادي شيء إن they do travel for a living، وقرروا إن بيسوون كانت رحلة 2016 كرواتيا. أوكي. كان أقول أوكي why not يعني let me join. فتعرف اللي وقت إن اوكي ان عادي مو عادي يعني انا بروح مع ناس ما اعرفهم كومبليتلي وكويتيين يعني. يعني انت لما تسافر ومثلا تروح تور ولا شيء يكون في معاك بالباص ناس مثلا اجانب صح، بس انت الحين انت رايح من اول من اول يوم لاخر يوم مع ناس مو اجانب، وانت يعني خلاص kind of you're stuck معاهم مثلاً طول الأسبوع. فit's challenge بس والله I enjoyed it صراحة. أصدق. كان وناسة إيه صراحة هم لايحين ربعي. كنا إحنا المجرتي كويتيين وكانوا أكو 2 سعوديين. حلو. هني عاد بديت شوي أنطلق شوي شوي. أوكي خلا أجرب رحلات ثانية. وبعدين طلعت فقمت أسوي فولو حق الناس اللي يسوون رحلات وكذي. فطلعوا كذي اكو كم رحله. عقب 2018 كان نقرر انا يعني انا وماي بيست فريند احنا اللي دائما نسافر مع بعض، وانا مرات اشطح واروح اسافر مع جروب تريب. اوكي. 2018 كان نقرر ان الحين السفرات لازم تصير ديفرنت، كل سفره قاره، فاحنا طول السنه نكون رايحين على القارات. ايه فاهم. احنا 2016 اول مره نروح ساوث امريكا. اوكي.
يعني شوف انا كنت بكندا بس اكشلي المسافه من كندا للبرازيل اللي احنا رحنا لها اول مره بعيد وايد, والكويت للبرازيل is the same distance. صح. فيعني كان ما تحسبت وايد كذي, بس يعني انه اوكي احنا كنا هناك ايش حق ما قررنا اصلا من واحنا هناك نروح شنها اقرب, بس هي بالواقع مو اقرب. نفس الشيء صح. ف 2016 قررنا نوفمبر نروح, يعني كان كل نوفمبر نروح دوله بساوث امريكا. فرحنا اول مره البرازيل وبيرو. وين البرازيل؟ البرازيل رحنا ريو, ريو دي جانيرو. قعدنا اسبوع وكانت بنروح بيرو عشان نسوي ماتشو بيتشو هايك. لحظة شنو مرة ثانية؟ ماتشو بيتشو. هذا الماتشو بيتشو اتس اكو, شفت شلون اكو سبع عجائب؟ حلو. اكو 7 ناتشرال وندرز اوف ذا وورلد. فهذا ماتشو بيتشو في بيرو هو one of the 7 world nature. يعني أنا حق السفر طلعت لي شيء أشياء, يعني مرة إنه أوكي لازم أروح قارة طول السنة عشان أخلص القارات. بعدين كان يصير أوكي أنا الحين عندي another checklist. يعني أكو ناس يروحون حق فنادق, يعني تعرف هذا بإنستغرام beautiful destination beautiful hotels ومشينه كذي, إنه تشوفون صورة حلوة حق الأوتيل check let's go and take picture in this hotel. أنا لا, هذا ال 7 وان اي هاف تو تشيك ذم. فانا فمن ضمنهم مثلا هذا ماتشو بيتشو. شنو هو ماتشو بيتشو؟ جبل. هذه الانشنت سيتي اوف انكا بيبل اللي هم اعتقد الاندوجينس بيبل مالوت ساوث امريكا. بعضهم استقروا في بيرو, بعضهم راحوا كولومبيا, يعني يستقرون باماكن. حلو. فهذه كان يعني عباره عن جبلين, واحد اسمه هيونا بيتشو واحد ماتشو بيتشو. ام شور انت شايف صورهم لان يمكن ايه like بس ما ادري كنا كذي جرين ليجو وصايرين مربعات. هذه السيتي مالتهم زين, وصاير كنا هرم كنا الاهرامات الجبال يعني ورا بعض. فيري نايس فيو, اميزنج فيو. هذه الناس يروحون لها الانكا تريل 4 ايام, يعني يمشون وذي كامب. فأنت تصعد لي تقريبا 4200 انزل, وبعدين تنزل لما توصل لي ماتشو بيتشو. Did you do that? هذه كانت البلان, هذه النية. إنما الأعمال بالنية. إحنا طبعا ما كنا, إحنا قررنا على آخر فت, يعني الناس يحجزون 6 months in advance. لا زحمة يعني ولا؟ اي يعني هم لهم عدد معين انك تدخل او انه يمشون. احنا اللي كنا قاعدين نسوي هالارنجمنت شهر 8 عبالنا مبكر حق السفره شهر 11, طلع الناس حاجزين من شهر 2. اوكي. فما حصلنا الانكا تريل, حصلنا شيء ثاني اسمه لارس. فاحنا حجزنا من شركه من بيروفيان يعني, وهم ضبطوا لنا كل شيء وكذي, قلنا لهم نبي هذه, قالوا هذا it's the same thing وكذي, just extra one day بس beautiful scenery. okay why not. رحنا okay. رحنا رفيشتي حاشتها بق آخر يوم بالبرازيل إنزين. وكانت تعبانة, فأول ما وصلنا بيرو كانت تعبانة. بعدين أنت من ليما تروح كوسكو اللي هي من عندها تبدي المفروض الهايك أو ليما التريك. العاصمة ولا أنا غلطان؟ ليما العاصمة مالت okay. بيرو. الكوسكو الديره نفسها هذه المنطقه على ارتفاع, ما تخيلش كبر الدوله, كبرنا يعني ولا اكبر منا صح؟ اي لا وايد اكبر منا. اوكي اوكي. بس هي كانت كنها صايره شيء شوي طوال, يعني نفس الامارات او عمان تقريبا. اي اوكي. بس على ارتفاع عالي, يعني احنا قراب على سي ليفل. بيرو كوسكو اللي منها تروح حق تبدي الهايك او التريلز يجول هما 4 to 5 days hikes على ارتفاع 3200 أو 3200 أعتقد. بلشين ولا؟ لا هي هذه الكوسكو. أوكي. لا كوسكو نفسها المدينة. أوكي. فأنت لما تبلشين فأنت تقعد فيها to acclimatize, لأن أنت إحنا متعودين على sea level أو maximum تصعد على 1200 من غير ما يصير عندك chest symptoms ولا هدك ولا شيء. وما هذيل تسلق الجبال هذا اللي يصير فيهم altitude sickness. إيه بس مو كنا المفروض وايد أعلى من 3000 ولا يبلش من 3000؟ لا
انت ممكن تصير عندك اعراض من 3000 وكل ما تصعد عدد تزيد طبعا لما توصل 4-5000 انه لا يصير انت قاعد تتمشى وتحس ان انت قاعد تركض ماراثون من كثر ما ان انت اي لان خلاص تبدي تقل نسبه الاكسجين فتصير اوت اوف بريث يعني الشعور ليترلي ان انت قاعد تركض اصدق اي بس هذا انت قاعد تتمخطر تمشي يعني هذا بس الشعور يعني بالضبط هذا الشعور يعني مو قشمر ان انت راكض ساعه وما ادري اذا تسوي كارديو ولا لا اعرف بالضبط هذا الشعور بس انت قاعد تمشي خطوه خطوه لان انا كنت اسوق اول بجبال كاليفورنيا وكنت اصعد ما ادري كم اذكر كم وصلت بس اعتقد اني وصلت 4000 نو نو ما وصلت نو ديفينتلي نوت ما احس يعني لا 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 يعني 3000 او 4000 انت almost reaching الغيم فانت ما تتكلم متر ولا لا 3000 متر متر اوكي ذاتس ذا ديفرنس انا قاعد مخي فيه في فقاعد أقول أوكي 3000 feet is not is like لا 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 3000-4000 meters إيه لا لا أكيد هذا وايد هذا وايد 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 إيه يعني كم يعني هذا من هنا للسعودية لا لا أكثر 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 وايد من هنا لدبي يمكن إيه هذا الارتفاع إيه الارتفاع فهو it's like إن أنت طاير يعني هم ليش ما يقولك الطيائر pressurized عشان تعادل عشان ما يصير عندك مشاكل بالنفس اي اوكي 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 ما جربت انا ما ادري اذا فهو انت لما تروح لازم اصلا تكون متدرب فتنس فيزيكال فتنس لان يعني انت تقعد تمشي باليوم 6-8 ساعات وتشز هذه مو مشكله احنا يعني احنا البرازيل سوينا فيها 2 hikes بس كانت اب اند داون وعادي 1200 متر وتنزل ماكو اي مشكله ما في مشاكل بس لما واحد من التيم يكون اصلا تعبان وكانت وايد تعبانة ووصلنا ما مدان أكليمتايز يعني أنت تقعد بكوسكو عشان تستوعب الارتفاع يومين وبعدين تبلش الهايك مالتك حلو فهي أصلا كانت تعبانة فهي أول يوم تنام بالمستشفى من كثر ما هي تعبانة حطين لها الأكسجين قامت ثاني يوم I'm fine قلت لها شنو أنت you're fine فأنيوي طبعا هي أصرت أن لازم نروح يعني إحنا جايين من الكويت داقين درب عشان هذي أوكي ما في شيء أنا بس مالت هدك رحنا أول كام كانوا معطينا المعلومة غلط إحنا كان مفروض نفكر يعني على ارتفاع 3750 ولا 3800 شنو درجة الحرارة ما أدري شنو يعني شو تتوقع يعني قريب الصفر توقع صح كانت ماينس 2 أوكي وإحنا كنا يعني تعرف كوت لا ما يودي لازم اي قعد يعني قعدنا نرجف بالخيمة وكانت الساعة 6 المقرب بس ظلمت الدنيا كان برد ورفيشتي قامت يعني خاص شو السوسك اللي يعني بس she wouldn't stop vomiting لان هي اساسا تعبانة اكيد وما مداها تتأقلم مع ارتفاع الالتيتيود طبعا الحين احنا وصلنا وما أدري شو نسوي يعني فهذا يعني تعرف اللي أوكي هذا رفيشتي بس أنا I have to practice my medical knowledge إيه. إنك قلت لها الحين هاي شو أسوي كل ما أعطيها حبة أنا طبعا أنا الحين مديالي أسافر معاي عدة أدوية زين كل ما أعطيها شيء ما يقعد تأكل وترجع تأخذ الحبة وترجع إيه. وأكو أدوية يستخدمونهم حق يعادل ضغط المخ بالارتفاعات يعني معروفة يعني إحنا نستخدمها بالميديكال حق شيء ثاني بس حق الارتفاعات فأعطيها ترجع أعطيها الحبات هاي ما تترجع رجعتها ما استفادت شيء وترجف صرنا نادي الجايد مالنا قلت له we have to go down she go what قلت له we need to go down to the city now الحين ماكو شيء تعرف العبرية نزلنا شيء هتش هايكينج عبرية راح يابلنا وانيت ما أدري من وين لأن يعني أنا قاعد أحسب قاعد أقول طبعا وقتها ما نعرف يعني هذا عشان شي انا نصيحتي اللي يبي يروح يتسلق جبل يروح مع ناس اكسبرت أكيد لا أكيد. يتصرف يروح بروحه مو مسوين تامين صحي اي لا أوكي. يعني تامين عادي بس مو تامين اللي كفرز يو بهالحالات وكان ما ادري ليش احنا كنا سائلين كان يقول الهليكوبتر عشان تي تاخذكم $5000
قلت بالطقاق $5,000 ان شاء الله $10,000 يعني الله يعافي الكريدت كارد انه ما توصل هليكوبتر للمكان اللي احنا فيه لازم تمشون لها. قلت لا we need to go down الحين فوالله مسكين كان يروح كان اكو احنا خيام بس يعني تقريبا على مسافة يمكن 5K كان اكو لوج حلو. طبعا احنا تحسفنا ان احنا ما كنا حاجزين فيه بس يعني اجين ما ندري احنا رايحين شي يعني على ويهنا. والله مسكين كان يروح وما ادري ما يتكلم احد انه يعني فوانيت صعد لنا من يعني البيز اوف ذا فيرست كامب حلو زين والله يصعد لنا ومساكين هو اتس لايك هذيل الجيب المقطوره اللي يعني كنا مال الوانيتات اللي يشيلون اشياء الشحن او يعني تعرف الموفينج تراكس بس مكشوفه فاللي قاعد قدامه هو هذا اكو درايش تسكر وشي فاحنا قاعدون قدامهم مساكين قاعده ورا نزلنا لتحت بعدين انت لازم تاخذ سياره ثانيه عشان تودينا العاصمه كوسكو حلو. كان شيء يعني ما سوت علينا طبعا قعدنا والاوتيل لي ثالث يوم ما طلعنا ما في نحي نطلع اخر شيء الحين احنا بنستلم نروح ماتشو بيتشو قضينا القطار رحنا ماتشو بيتشو حلو كنا أوكي. حلو راحة حلوة صراحة بس شفنا بس من غير بهدلة ان انت تصعد أكيد وتنزل الجبال يعني اوكي. هذه كانت اول رحلة حق ساوث امريكا البرازيل وبيرو 2016 اوكي حلو 2000 فاحنا الحين مو قلك قررنا يعني صار ان كل نوفمبر نروح ساوث امريكا وانت نفس الاشخاص انت ورفيجتك بس ايه انا ورفيجتي بس ولا تاخذون معكم احد؟ لا احنا كده بس انا وياها دائما احنا اللي نسافر 2017 الحين احنا رجعنا 2017 قلنا خلاص احنا رحنا برازيل وبيرو النكست ارجنتين وتشيلي اوكي at the same time one of my friend هي هم traveler hello 965 كانت كنا شي يعني مع بعض شايفينها فقعد نسولف وكذي كان اكو جروب رحاله شركه رحاله مسوين رحله حق مدغشقر مدغشقر وانا الحين يعني بمشي استل على الخطه ان انا اروح دول مو رايحه لها اي اكيد قلت هذه انترستينج وانا اكيد ما راح اروح لها بروحي وما لي خلق افكر قلت خلاص I'll join them كانوا حاطينها شهر 9 حلو اعتقد كان يصادف العيد or something فانا طبعا كان اشتط واي كونتاكت ذا مطرشولي مشونو كذي يعني انا كنت مسافره معاهم من قبل فطرشولي والله الاشياء وكذي بعدين فجاه كان يصير النكست بوست يعني عقب فيو دايز شهر 10 11 كان ارد اطرش لهم قلت لهم هذه نفس الرحله كان يقول اي وي جاست موف ذا ديت يا جو هيد جو هيد اتس فاين اوكي كان اقول لهم انا لا بس أنا ما أقدر يعني أنا شهر 9 أسافر أسبوع أرجع وقتها ماكو كورونا ماكو حجر ماكو شيء وأدري أنا نوفمبر I'm planning South America فأنا I need to be إنه بالدوام أداوم هالشهرين عشان أقدر أطلع إجازة فواحد عشر بعدين أطلع 11 ما يمديني ما أقدر يعني فكان أقول لهم إنه لا أنا صراحة هذا يعني إحنا عاملين حسابنا على your previous date وكذي قلت لهم أنا خلاص يعني إذا صار أي changes وكذي يعني يقولوا والله عقب أسبوع ما 10 أيام كان يردون ينزلون هذه وهذه إنه 1/9 وواحد 10 فأنا كنت قاعدة أسولف معاي رفيجتي فاطمة فكان أقول لها كان تقول إيه حغيروه لأن إحنا يعني هم travelers they wanna do this trip وهذا الوقت اللي يناسبهم فكان تقولي تعالي معنا قلت لها لا أنا ما أقدر فكان شي conversation ليش قلت لها إحنا لأن بروح الأرجنتين وتشيلي نوفمبر فأنا ما يمدين شو تقولي احنا انا ام بلانينج جروب تريب الارجنتين اه حلو اوكي شو تقول شايكم تعالوا معنا وال جوني في تشيلي اوكي اوكي قلت لها يو نو وات انا مو بروحي خليني اكلم رفيجتي واشوف انا ما عندي مشكله يعني انا اي اوريدي ترافلد وذ هير ان جروب تريب والله كلمت كانت رفيجتي واحده ثانيه عشان يقول يا شور واي نوت ويل تراي ات ليش لا فوالله رحنا فهذه صارت الأرجنتين وتشيلي مع اكسبورتس هذه يدرون وين بيروحون ويعرفون كل شيء لا هذه كانت ما كانت اكتف او هايكنج تريب يعني كانت جست يعني كنا لما رحنا احنا البرازيل اوكي يعني بس سايت سيينج ما فيها وايد ادفنتشرز يعني كان الادفنتشر ركبنا هليكوبتر اوفر ذا اغوازو فولز يعني ذا واز ات ما يعني بس كانت
I would say less active trip يعني مو شو اسمه يبيلها بس ان انت تعرف التنقلات ارينج الباص ولا الطياره ولا شيء يعني اوكي شلون الارجنتين والله الارجنتين انا عجبتني منطقه واحده فيها اللي هي الكلفاتي بس أوكي. يقولون بعد اكو منطقه احلى انا ما رحت لها للحين يعني انا if I compare ارجنتين وتشيلي تشيلي وايد احلى اه صدق وايد وايد يعني I loved تشيلي الارجنتين it's nice بس وايد شايفين حالهم صح يعني انا قاعده اقارنهم مثلا في البروفيان لان احنا السنه اللي قبلها رايحين وبعدين السنه اللي عقبها قاعده اقارنهم بالكولومبيين انا الحين ماي فيفرت كانتري الكولومبيا كولومبيا اتوقع احلى واحده فيهم صح كولومبيا عجيبه كولومبيا احلى دول العالم ما فيها شيء charm I cannot explain it صح انا اسميها عشق لا ينتهي يعني انا رحت لها مرتين و I don't mind أروح لها بعد مرة ثالثة ورابعة الألوان الطبيعة يعني أنا لما رحت ثاني مرة رايحة نفس الأماكن تقريبا اللي رايحت لها أول مرة كني أول مرة أشوفهم إيه مدين ولا بوغوتا ما قعدنا فيها وايد ما فيها شيء بوغوتا بس العاصمة كنا يعني لازم تنشاف بس مثلا بيريرا سالينتو مديجين حلوة لأنها ما ادري هل قال مديين ولا مدجين هم يقولونها مديين مدجين اوكي كنت تنكتب مدلين يعني بس هي يا مديين يا مدجين اوكي بابلو سكوبار يقولها مديين انا هذا انا عارفها لان ناركوس شوف انا اول مره رحت مو شايفه ناركوس انت متخيل ايش وانا ما شفتي لا تصدق يوم رجعت كان اشوفها لان اول مره انت شايف المسلسل اي خرا ما بيروح كولومبيا لان احسها خطره من المسلسل نو هذه الفكره لازم تتغير هذه الفكره لازم تتغير بس اذا سمت انت لا تروح بروحك اذا بتروح بروحك اتس لايك اي مكان ثاني باوروبا لا تدعس باماكن ظلمه اكيد اي ولا تلبس اشياء فلاشي اكيد بس مدين منطقه بابلو اسكوبار من انظف الأماكن اللي ممكن تروح لها ك يعني نظافة فيزيكال شوارع يعني شوارع ايه ركبنا عندهم هم يعني هي منطقة وأكو جبال أكو ناس عايشين على الجبال حلو فهذيلا مو بالضرورة كلهم عندهم سيائر فالدولة شنو سوت أو بابلو سكوبار كان اقتراحة أو يمكن هو اللي مسوي بايدوه أنا أحبه سوت الفريك وقطار هذيلا public transportation تلفريك public transportation public transportation لأن أكو ناس عايشين فوق صح أوكي الأرضية شنو لونها الحين أنت لما تدخل الستيشن الأرضية رخام أبيض أو سيراميك أبيض whatever المهم إنه هو شيء أبيض off white أو light grey ما تشوف ولا نقطة يعني بقعة شيء وصخ قرطاس مكتوب ماكو شيء انت متخيل يعني شلون انا مو لا مو شلون يعني مو المفروض هم يكونون دولة مو غنية وايد فالمفروض انه مديجين ما تحس انها هي دولة فقيرة ولا كرتخينة صد ما ولا بوغوتا يعني ما تحس انهم انت لما تروح الكوفي فارمز اوكي يعني هم بيوتهم يعني مبين ان على قد حالهم بس لما تقعد بهذيلا I would say the big cities لا الأماكن حلوة الأوتيلات يعني يلا من فضلك يعني شيء عجيب يعني أنا من أحلى الأوتيلات اللي قعدت فيها في كولومبيا فتقارنينها مع أوروبا يعني بيسكلي ماكو مقارنة هي أحسن من أوروبا شوف وأنا ما قاعد أتكلم على البيك تشينز أنا anyway أنا ما أحب البيك تشين هوتيلز بوتيك أحب بوتيك هوتيل okay. وأحب لما مثلا يعني هم ساوث امريكا يصير اكو عندهم لوكال بوتيك براند هوتيلز اوكي ما يكونوا موجودين برا اوكي حلو اكو في اوروبا اللي اعرفه اكو واحد مي هوتيل صح ام اي ادري موجود بلندن ومدريد بس ما اعتقد موجود elsewhere صح
بساوث امريكا اكو نفس الشيء. حلو. يعني مثلا اكو كاسا نوا، اكو شنو كان اسمه نسيت الحين، ما يعني ما تحضر الاسماء. حلو. بس يعني عندهم براند بس تكون حقهم هم. هذيل عد صراحه ما يقارنون. صدق عجيبين عجيبين. هذي 5 ستارز ولا 5 ستارز؟ اوكي. زين لحظه، الحين انت قاعد تسافرين كل هالدول، يو سبيك اسبانيش صح؟ قاعده اتعلم يعني. انا ماي انتراكشن مع البودكاست مع الكوفي بريك اسبانيش عشان اتعلم اسباني. بس كان يو توك يعني، كان يو اوردر؟ اي كان اوردر. اوكي. بس يعني ممكن افهم اذا اللي قدامي قاعد يتحكى شوي شوي. بس لي الحين ما اقدر اتكلم فلوينت. اكيد اكيد. يعني مكسر وبعض كلمات، فانا قاعده احاول اني اتعلم بس ما. فانا الحين مثلا لي صار عندي وقت بالليل هاب اطالع نتفليكس الحلقات الاسبانيه. أوكي. اخلي الصوت اسباني صح، يعني الكلام نفسه، والسبتايت تخليه انجليزي لانه ما راح يمديني اقرا بسرعه، يعني مو نفس العربي يعني. أيوة. يعني انا العربي اقرا بسرعه بس اذا خليت انجليزي على ما اقرا نوت نيسيسرلي ان انا مكمله الجمله كلها. فاهمك. فاحاول اسمع عشان فممكن افهم. ايه زين، لما رحتي كنت تتكلمين يعني؟ السؤال انا اذا بروح المدن هذه هل احتاج اني اكون اعرف شويه اسباني؟ لان انا ما اعرف ولا كلمه. شوف انت تحتاج جايد. انت إيه لا تروح بروحك، ما انصح انا صراحه احد يروح بروحه. اولا انت المكان وناسه فيو وانا شيرت مع الناس وتبي احد معك، لانه انت مو بالضروره طول الفتره تبي تتكلم انجليزي. اوكي فهمت. او مرات اكو اشياء تبي تسولفها بالعربي او شيء يعني. او ان احد يكون تعرفه معك مو الا بس جايد. حلو. و اتس بيتر وسيفر ان انت تكون مع الجايد. اوكي حلو. كل الدول بس عاد بكولومبيا عادي، خصوصا مديجين الجايد بيقول لك والله هذا لما مرينا انا بابلو اسكوبار ذبح ما ادري منو ولد عمي ولا عمي ولا شيء يعني عادي يعني، وهم شطب على البرجان كلهم. بس انا اقول لك ناركوس شفتها عقب. شفتي كلها ولا وين؟ لا شفتها كلها. اوكي. بس لما رحت ما كنت شايفته اول مره. حلو. لما مرينا على البيت والسطح اللي ذبحوا، هذا كان كولومبيا 1، انا اسميهم كولومبيا 1 كولومبيا 2 كولومبيا 3. كولومبيا 1 رحنا ذات بارت، ما كان يعني ما كنت مستوعبه وايد. فاهمه. يوم رجعت الكويت شفت الحلقة وشفت هالبارت، تخيل كان أرد على الفيديو، أنا كنت مصورة فيديو كان أرد إنه برد أطالع أتأكد. فأنا قاعد أقول، حتى قاعد أقول حق ربعي بالجروب قلت لهم إحنا الحين لازم نروح مرة ثانية كولومبيا عشان أنا لازم أرد أتفاعل مع هالمقطع بالذات يعني. فإتس نايس إنه لما أنت مرات هم بالنسبة لهم يمكن مو نايس، وكل دائما يقولك لا تقول إن الاسم. أوكي. بس when you relate الأشياء يعني شيء واقع شو اسمه. أكيد. والأماكن موجودة يعني. وشلون تسافرين حق كولومبيا من الكويت؟ أحسن خط كألم. أمستردام كولومبيا على طول؟ إيه. حلو. أوكي. إيه يعني أمستردام تروح بوغوتا وتطلع من كارتخينا. يعني حتى اللي يبون الفيرست ديستنيشن كارتخينا راح يطبون بوغوتا وبعدين 45 minutes يعني ترانزيت. إيه نفس الكألم. تروح كرتخينا، فاحنا طبينا في بوغوتا وخلصت رحلتنا في كرتخينا. فوي توك الكي ال ام باك، يعني الكي ال ام تطلع من كرتخينا باك تو امستردام. مدين وين هاي؟ مدين بالنص. سياره يعني اكو حتى تقدر تروح لين مدين. مدين رحنا لها باص. اكو احنا رحنا من بوغوتا ل بيريرا اللي هي الكوفي ريجن. حلو. هذا تروح لها بطياره، بعدين الباجي يو كان دو الباص، فتقعد يعني فيو اورز باص رايد. اوكي حلو حلو. بس اتس وورث ات صراحه. اوكي. اي ما انا ما مو بالرادار كلش، احس تو الناس عليه، احتاج اروح شيء شوي اسهل اقرب ولا اسهل. لا اسهل، لما ابي اروح الهند قبل اي ابي احس مرتاح، لان انا عادتي كل اروح نيويورك لندن برلين
مدن فيها كل شيء، كل من يفهم انجليزي. وهو يعتمد انت شنو تحب، يعني انت تحب تروح تقعد بسيتي كوفي شوب وكذي، ولا you want to explore الكالتشر؟ preferably mix، يعني you wanna do couple days here couple days here. اتوقع كولومبيا فيها اثنين، السيتي والكالتشر. الكولومبيا فيها الكالتشر، فيها مثلا كوفي ريجن، في غواتابي اي تروح الفارمز مالوت الكوفيز وتشوف شلون يسوون الكوفي كذي، لانهم مشهورين بالقهوه. مثلا في منطقه غواتابي هذه، هم هناك عندهم one of the يعني من الأماكن المشهورة روك، أو يعني شيء متشنها تلة صغيرة. حلو. هي بالضبط عشان أنت تصعدها، يعني صايرة حتى زجزاج، مرات يحطونها حتى من الأماكن أكو درون. أنا حتى كنت بودي درون، بعدين شنو يقولوا لي ما يصير. ليش؟ أكو أماكن ما يصير تطير درون فيها. أوكي حلو. يعني for security reason. الصورة لما تشوفها من بعيد إن زجزاج صاير الدري. إنزين. فإتس نايس. هذيلا 650 دري عشان توصل التوب فوق. أوكي حلو. هذا اللي لما أقول لك عندي فوتج في واحدة من الدرونز، أنا عندي مليون درونز. آخر واحدة طاحت بحمام سباحة. الفوتج اللي ضاعت واللي مو قادرة تطلعهم منها، إن كان وصلنا فوق على قمة هذه التلة، هما 650 درية. فكان يقولوا لي أذاتهم يصير الطيارين الدرون. فماي جروب ربعي كانوا واقفين بمكان، وأنا طيرت لهم الدرون ودير ويفينج، وخذت كذي دورة دار مدار هذا الجبل. حلو. بس طاحت الدرون بحمام السباحة ومو قادرة أحصل الفوتج يعني. لا بس أتوقع كولومبيا الحين بسبب ناركوس أبي أروح لها، لأني أنا حافظ ناركوس يعني عارف السينز very well. أي. فأبي أروح أشوف البيت هذا، أبي أشوف البيت هذا. It's not as bad as you think. الناس متخرعين عموما، الناس عندهم خوف من ساوث امريكا، ما ادري ليش. هم بعض المناطق اتوقع المكسيك يمكن فيها مناطق مو زينه، يمكن ما ادري. المكسيك احنا حتى انا المكسيك رحت لها as part of a cruise trip، فما اقدر اقول ان انا رحت المكسيك. لان احنا مره رحنا الكاريبيان سايد، مره رحنا الباسيفيك سايد. الكاريبيان رحنا كوزمل. أوكي. يعني أنا ما رحت ال well known مناطق كانكون أكابولكو، ما رحت لهم. رحنا من صوب كي وست، صوب ميامي، كوزمل، beautiful beach. إيه يعني كان يعني عجيب، الماية عجيبة عجيبة. السنة اللي عقبها رحنا مازتلان وكابو سان لوكاس وبورتو فيارتا، هذي اللي يصيرون الباسيفيك. ما حبيتهم وايد، تورستي وويسترنايز اكيد. يعني اكشلي انت قاعد تمشي على البيتش وتسمع اغاني امريكيه او انجليزيه، ما تسمع مكسيكان ولا لاتين ميوزك. اتوقع اي كابو كنا هي سبرينج بريك ديستنيشن اذا انا مو غلطان. اي فانت تسمع انجليزي اكثر من اسباني. اوكي اوكي اوكي. فروح فما ما حبيتها، ما يعني اتس اوكي. بس اجين انا لان يعني يكون وان دي ونمشي وان دي ونمشي، ما احس ان انا رحت لها. يعني انا ما رحت وقعدت في الديره نفسها. شلون كروس شوز دي ركمان؟ انا ما سويتها ولا مره، بس احس راح يصير ملل عقب يوم يومين. انا رحت 3 ولا 4 كروزز. ما شاء الله. اي واز ستيل جو. بس انا احب شيء، انا احب ان اليوم أنا بمكان، باكر أنزل بمكان ثاني، بعدين أنام أقوم ثاني يوم أنا نازلة بمكان ثالث. أوكي I guess. وشون الكشخة من داخل ولا؟ إيه حلوين يعني. ما كنك كنا يعني أغلبيتهم كنك قاعد تمشى بالستريب مال لاس فيغاس. أوكي 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 حلو. يعني وما تحس بشيء، يعني it's so huge. ما في ولا ما تدري إنه مو كلهم. بس شوف أنا أقدر أقول لك يعني أنا رحت صوب الكاريبيان أو نورث أمريكا، ورحت مال الميديتيرين. رحنا من أسبانيا، طلعنا من برشلونة لوقف بإيطاليا. الماي البحر المتوسط وايد هادي،
almost ما تحس بشيء. هناك صوب المحيط الهادي ممكن مرات تحس شوية بالموي بالرف أوشن يعني. هذا صراحة اللي فرق علي. بس أجين ما يعني أنا at least أنا مو من الناس اللي حوشني motion sickness فا I was fine وما كان that bad يعني صراحة. okay. بس أنا I love cruises وعندي من أحلى الخطوط اللي رحت لها الكروز لاين أو يعني الكروز روت مال البهامز. خذينا وسترن بهامز حلو. فراح البهاما كنا هاف مون كي اسمها وبعدين وقف في بورتوريكو و تيركس ان كوكس كيكس وكان 2 دايز اون ذا سي. فهذا 2 دايز اون ذا سي يمكن هذا الناس اللي ممكن تمل منه. بس اجين يعني انت عندك وايد اشياء تسويها بالكروز شيب ما تمل. اوكي ايش كثر يطول انت بروح من ايطاليا لاسبانيا بكروز شيب؟ احنا كان 6 دايز 6 دايز بالبحر 6 دايز. يعني شوف هو دي 1 ودي 7 هذا بيسكلي الديبارتشر والارايفل وما تحسبه يعني و 5 دايز ان بتوين. اوكي حلو. يعني احنا هذا كان اسبانيا راح مايوركا وسيفيليا وبعدين وقف في نيسان كان اوكي وساوث اوف فرانس اللي هو المارسيل حلو وبعدين فلورنس واخر شيء روما. أوكي. فانت مريت اسبانيا فرنسا ايطاليا. انا مو رايح لا ايطاليا ولا اسبانيا الحين. لما تقولي لي كولومبيا انا عندي لست الحين. إيه انت لازم تخلص لازم اخلص البيسك ستاف إيه. شويه إيه. بس كولومبيا الحين فاتحين حق تورس يعني فيمكن أأمن من يوروب. ما عندهم شلون كورونا عندهم ولا مو وايد؟ افتحوا. أنا والله تقريبا a month ago أو 3 weeks ago I was contacted من سفارة كولومبيا في أبو ظبي. إحنا طبعا بالكويت ما عندنا سفارة كولومبيا. أوكي حلو. فكولومبيا 1 اللي كانت 2018 بروسس الفيزا كان مأساة. طول. أنا كان عبالي فيزا تشيلي صعبة طلعت كولومبيا لا سهالة سهالة بالنسبة حق فيزا كولومبيا. أنا طبعا أنا I signed هذه أنا رح كولومبيا دائما أروح لها group trip. أول مرة لما رحنا 2018 كانت عندي كان وقتها إحنا مقررين أنا ورفيشتي موديل القارات. اي اوكي. فاحنا اول السنه كنا رايحين اوروبا كنا حلو. رايحين فنلند حلو. وشفنا النورثن لايت. صد؟ اي وي وير اكشلي لاكي وي سو ذا دانسينج اورورا. اوكي 2 دايز ان ارو وشفنا الالوان كان اميزنج. وتقدر الحلو كان انه قدرنا نصور يعني بالايفون يعني ات واز سو كلير ان انت تصوره بالايفون يعني حلو. وصورنا كان معنا واحد جايب كاميرا عادية فصورنا صورة عادية. فأوروبا كنا خالصين منها حلو. وبعدين كان أكو كانت صديقتي هي تيم ليدر حق رحلة حق رحالة فكنا كانت في فيتنام. أوكي. فإحنا سوينا فيتنام والفلبين بعدين إحنا يعني مقدمين إجازة فخلصنا هذيك الرحلة ورحنا أنا ورفيشتي كملنا الفلبين. فآسيا خلصناها وخلصنا أوروبا خلصنا آسيا وكنا ناويين نروح أصلاً زامبيا وزيمبابوي بعيد الأضحى فهذه أفريقيا خالصين. فإحنا لما حطينا هالقرار أنا كنت قاعد أقول حق رفيشتي عيل ساوث أمريكا نشيلها بنوفمبر نروح نيوزيلند. أي رحت استراليا ونيوزيلند هم هم ذاك الصوب يعني هم من القارات يعني. Have you been ولا not yet؟ Yes. Okay. فنوفمبر كانت أنا رايحة استراليا من قبل رفيشتي مو رايحة فهي سبقتني استراليا راحت أسبوعين وI joined her في we met في نيوزيلند. حلو. نيوزيلند كانت قبل كولومبيا. نيوزيلند كانت نوفمبر وكولومبيا كانت ديسمبر. حلو. فأنا كان أقول أنا لازم أخلص فيستي مالت كولومبيا قبل لا أروح نيوزيلند عشان أكون خالصة يعني just in case. فبدأت البروسس بسرعة عشان اكتشف انه
ماكو مكان اسوي يعني شلون اقدم الفيزا، ما ادري شلون اقدم الفيزا، الفيزا ابلكيشن. فاكتشفت ماكو بالكويت، انزين وين ومشون، اكتشفت اكو بابو ظبي. الحين ادخل الويب سايت كله اسباني، انا يعني اوكي قاعد اتعلم اسباني بس ما اقدر اقدم ابلكيشن بالاسباني يعني يعني هذا مصير حياتي. المهم كان ود قاعد ادقدق على السفاره ومشون على ما ردوا علي، طبعا انت وين تدق ويردون عليك. المهم ردوا علي مشون، كان اطرش لي لينك، قلت لها خلاص انا هذا ايميلي وكذي. طرشين قالت لي اكو لينك طرشين في بالانجليزي، طرشته. الحين انت تسوي الابلكيشن، بعدين طلع اكو تو فيز، اكو ستادي في وبعدين البروسس في. حلو، شو مشكلتهم؟ لازم انت تكون في ابو ظبي تدفع الستادي في بالبنك، انزين تاخذ الوصل تروح توديه السفاره عشان هم زين بالكويت. ما اقدر ترانسفير نو يعني شلون يعني دبر حالك، اعمل نفسك ميت. ف صدف ان انا كنت رايحه سبارتان ريس وتعرفت على واحده اماراتيه رفيجه واحده سعوديه رفيجتي، كنت متعرفه عليها من جروب تريبس. والله وعرض الوي ورز ويهي واكلمها يعني ام ديسبريت والجايدز اللي معالي بروح معهم ليه مو مستوعبين. وقعد احن واقول لهم يعني انا اعرفهم هم ربعي يعني. المهم والله مسكينه ما تقصر وتدفع لي وتكلم الايميل السفر. طبعا انا كنت كل يوم اذا مو كل يوم يوم وترك ادق على سفاره ابو ظبي يعني سفاره كولومبيا بابو ظبي. هاي ام ايناس هاو از ماي فيزا ابلكيشن، اعرفوني اعرفوني. المهم ان سويت المره الاولى عشان اقول حق الروبتر البروسس يطول، وسويت لما وافق. وطبعا كل ساعه يطلع لك شيء، انت هو يو هاف تو ابلود الدوكيومنتس، الاوتيل التذكره وشي. فمثلا صوره الجواز يبون اللي فيها صورتك وصوره خاليه عشان يحطون عليها الفيزا. انت لما تسوي ابلود حق هذا واحد، تسوي ابلود حق الثاني يمسح الواحد. اوكي بعدين انت عندك الطيران والاوتيل انت سويته، بعدين ما تعلم طرش لك ايميل انه ميسنج. شنو الميسنج؟ الباسورد. انا متاكده ان انا سويت ابلود. فبعدين انا كان استوعب انه انا لما اسوي ابلود حق الاول الثاني ينمسح. ايه فيعني خذ مني يمكن 4-5 مرات وانا ابلود ما ابلود ميشن على ما خلصنا. المهم فيستي طلعت بنوفمبر وانا بنيوزلندا، كان اقول حق ربي عاد اوريدي سووا الجروب اللي في البارتيسيبنت. حلو. فانا كنت قايله حق الجايدز انهم ربعي لهم ترى البروسس يطول، انتم من الحين لازم تبدون تسوونه. هم ما كانوا ماخذين سيريس، لما واحد منهم جرب كان يستوعب ويشتط مع الجروب. يوم اللي بنسافر اكو ناس جتهم الفيزا الساعة 4 العصر، طيارتنا 11 بالليل، احنا لازم نروح المطار. انت متخيل الاسترس اللي عايشين فيه؟ ثاني مرة عاد انا عرفت الحين، بعدين كان نكتشف ان اكو واحدة كويتية عندها بارتنر بالامارات، اكشلي هير جوب ان يخلصون الفيز حق تشيلي وكولومبيا. حلو. لان ما عندنا سفارات بالكويت، وتشيلي نفس الشيء. بس تشيلي شنو؟ انت تقدم الفيزا ابلكيشن، تروح تودي جوازك، تدفع الرسوم، يختمون الجواز وترجع الكويت. You still have to do this trip. أبو ظبي. إيه، هذا حق تشيلي. أوكي. كولومبيا لا، أنت لازم تدفع من قبل عشان يطرشوا لك الفيزا بالإيميل. السنة اللي عقبها اكتشفنا إن أكو هذيل الجروب البنات يسوون كذي، فهذا ما كان في مشكلة. بس أنا كنت استلدق عليهم. Hi, can you send me the application in English؟ أعرفوني. السنة ما وعيت إلا مطرشين لي إيميل. أوكي. after covid إنزين. يعني على ديسمبر تقريبا. حلو. كني ان هاي ناس لا ان احنا because you went to Colombia كذي، ان احنا نبي Colombia from Kuwaiti traveler point of view. حلو. We want to invite you for a cup of coffee at the Colombian embassy. طبعا انا تشققت يعني مو ان واو وناسه صراحه. أكيد يعني اكيد بس طبعا ما اقدر اسافر يعني، بروح ربع ساعه قهوه عشان بعدين حجر اسبوع يعني. زين هذا الحين هالسنه صح ولا اي اي الحين شهر 9 شهر 11 زوم زين ما ولا ما ينفع. اي فقلت لهم ان انا ما اقدر اي ولا ما حاطين انه يعني you cannot come we'll do it over zoom interview. That works. والله كانت مفروض مقابله ربع ساعه صارت نص ساعه،
وقعدنا نتكلم وكذي. ف I mentioned part of the visa والبيمنت, كان يقولون ان احنا الحين سوينا اونلاين عشان احنا we want to promote التوريزم حق كولومبيا. حلو. فالحين احنا سوينا ان you can pay online وكذي. قلت ايه يعني صراحة ترى وايد ناس ممكن يغيرون رايهم وسب الفيزا ابلكيشن. فكان والله نايس, شو اسمه, كانت نايس انترفيو. والحين اعتقد صار عندي واسطه بسفاره كولومبيا في افضل لان اعطوني ذير دايركت نمبرز وذير دايركت ايميل عقب ما خلصنا الانترفيو يعني. حلو. الحين يريبريزنت ذم يعني ولا هاو داز ات ورك؟ ما ادري والله, بس اعتقد اي كان كونتاكت ذم اقول لهم ان انا مثلا بروح معنا ذس جروب هذول النيمز خلصوا في يزهم بسرعه. يعني ما ادري ويل تراي يعني نشوف النكست تريب شلون. اوكي بيفور وي موف اون, شنو 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 اللي بقالك ما سافرتي له؟ اليابان. اوكي هذه بيج وان. بيج وان هذه اليابان. اي وونت تو جو عشان ابي اشوف. وطبعا احنا مخططات 2020 انا كان عندي بلانت تريبس وايتينريز حق لي ديسمبر. لا استغفر الله, لي اوغست سبتمبر. كم رحله كلها؟ ساوث كوريا كانت, واليابان تو, بس اليابان اي واز انفولفد اونلي ان وان. الثانيه يعني ما اقدر, لازم ارجع حق الدوام. هذيله كانوا مارش ابريل. ماي اللي هو عيد الفطر كان المفروض نوروي. ات واز سبوست تو بي ا فيري اكتيف تريب لان بيصير فيها لوت اوف هايكس, لان كوايت سينري بيوتيفل سينريز وكذي, وميجر هايكس يعني كل هايكس يعني يمكن 8 تو 12 اورز اب اند داون, بس بيوتيفل سينريز. فهذا كانت مفروض اكتيف تريب. جون ما كان عندي شيء, كان المفروض ماي بيرثدي تريب جولاي ما صارت. وبعدين اوغست اعتقد ما كنت, ما ادري شنو كنت بسوي فكنت مخليته. سبتمبر كان المفروض افريكا, كينيا وساوث, لا مو ساوث افريكا, كينيا وتنزانيا بلس اور ماينس زامبيا. حلو. هذا كان سبتمبر. اكتوبر ما كان عندي شيء, كان مفروض كان مفروض فترة امتحانات فما اقدر اسافر. وديسمبر كان كولومبيا او كانت كولومبيا, ممكن تكون نوفمبر ايرليير لان كان مفروض ساوث افريكا على ديسمبر مع النيو يير. يعني كان ديسمبر يا اما كولومبيا وبعدين وي جو ساوث افريكا وتبدا الرحله بجانيوري, او ديسمبر جانيوري, او يعني ديسمبر بعدين نيو يير ونرجع ساوث. اوكي بس طبعا كلها اختربت شو اسمه. بس يو ار دان افتر ذات, اي ثينك يو كفرد العالم كله تقريبا صح؟ لا شوف انا ساوث افريكا رايحه فما تعتبر نيو ديستنيشن, بس مثلا كينيا ستيل ابي اروح لها. زامبيا انا رايحه لها. أوكي. إيه كان اكل مغرب ما كنت ادري وين احطها, ما شو اسمه. رحت لها من اول ولا لا؟ مو رايحه. توقع حلو يعني المغرب اللي ابي اروح لها. ترى باي ذا واي كنا المغرب مفتوحه الحين. اي انا ماي بارتنر ان كرايم اللي مرات اسوي معاه بارت تايم جروب تريبس. انزين راح. اي هي جاست ديد جروب تريب نوفمبر, اخر نوفمبر المغرب. سمعت عنه. صح هي. المغرب 10 دايز او 11 دايز. كان المفروض بيسوي a second trip بديسمبر بس ما صارت إيه. okay. بس يعني already they did a group trip. حلو. كان small group عشان again عشان كورونا, فكان 5 or 6 persons. okay. يعني إحنا usually the group trip 10 to 12. okay. يكونون بالجروب. How does it work؟ أنا ولا مرة سافرت من الجروب وما أتوقع إني راح أسافر بالجروب anytime soon. You should try it. It's a nice experience. I'm very picky, extremely picky. فما اثق بان الجروب راح ينقي كل شيء تو وات اي وود لايك, especially I mean mostly الفنادق. انا عادي اطلع من الفندق لان الفراش فيه نقطه سوداء. لا بس بطلع, ما ابي فندق ثاني. then I will tell you مع منو تروح اوف شو اسمه اوف ريكورد, ولا بعدين اذا انت بتشيله من الريكورد. شوف انا مثلا مدروكسي اللي هو مساعد. اوكي. يعني you can check his account MEJROXE. I enjoyed traveling with him لأنه هو he spent so much, يعني traveling is his passion. okay.
الأوتيلات والأكل يعني probably his first and last love. أوكي حلو. في نقي أشياء زينة. Very يعني يسوي شيء بزوم الخريطة. شنو الأوتيلات اللي around this area؟ ما يدخل بعدين يروح check them on site. أوكي أو بالويب سايت. حلو. بس يعني مو إن أنا والله شفت صورة بهي beautiful destination خلا أروح no. فاحنا أنا ليش أقولك يعني كولومبيا 2 الأوتيلات كانت خيال. وكان من الأشياء اللي هو تعبان وهو منقيها. أكو واحد إن أنا حتى كله دائما نسمع لأن قعدنا في كولومبيا 1 وكولومبيا 2. حلو. أقول هذا بيتنا أو شاليهنا. الأوتيل كله 8 غرف. أو 6 غرف. أوكي. فبروحنا بيسك ليترلي بيتنا يعني الجروب كله وما كفى فهم الجايد قعدوا بمكان ثاني يم اللي إحنا قلنا قاعدين فيه. أوكي فهمت. لأن بيسك إحنا ماخذين كل الغرف أي. بس it's very elegant choices I would say. أوكي fair enough. إذن شلون؟ في ناس ثانية لا. يعني they're okay with the 3 to 4 stars. Yeah, don't mention their names. We can talk about it after. بس إذا بتروح group trip مع بدروكسي I can guarantee you will not be disappointed مع الأوتيلات. Okay, وشنو أسوي أنا زين الحين لما سوونه مع group do you have a schedule؟ شوف هو يطرش لك itinerary. يعني أنت you can check the itinerary before you sign up. Do I have to do everything? What if I want to sleep? شوف ماكو شيء you have to. Okay. دائما there is an option. اللي مثلا ما تبي تسوي شيء they try to find something for you بس اغلب المرات انت الاماك يعني مثلا الاشياء اللي انت تبي تسويها او اللي تنحط بالايتينري هذه اللي انت you have to see it in this country. Okay. يعني مثلا انت ما يصير تروح كولومبيا ما تروح تزور كوفي فارم لان it's a well known for it. بس أقصد can you skip مثلا dinner and eat of course, in Rome of course, of course of course بس again مع البعض أو مثلا لأن أنا الحين دائما يعني أنا even my trips أسويهم مع مساعد. You don't want to miss the dinner. ليش؟ أنت تدري أنا الكولومبيا العام أنا قلت لك كولومبيا 1, 2, 3. حلو. أنا رحت 1 and 3. I was partially involved in 2. And then? 2, we met them one day in Bogota. هم 2 بدأوا كرتخينة خلصوا في بوغاتا. 3 بدأ في بوغاتا وخلصوا في كرتخينة. فgroup 2 and 3 they met في بوغاتا. حلو. أنا I was arranging dinners حق both groups. Okay. وليش why do I not want to miss like يعني الحلو يعني ولا اليمعة حلوة ولا الاكسبيرينس مات العشاء. اكو اماكن يعني احنا كولومبيا 1 كان اكو مكان حاولنا نحجز من هناك ماكو. فذس يير او 2019 قلنا وي هاف تو بوك ات ان ادفانس. فانا من شهر 10 ام كونتاكتينج ذم اخر 10 اول 11 دعوه لهالدرجه تشنقوي ماكو اللي العام احنا ما حصلناه لان في كولومبيا كنا بنحجز عشان يقول نو ذس هاز تو بي بوكت ان ادفانس مش الستار يعني ولا لا مو بالضروره كلهم بس اكو يعني زحمه عليه بس لا 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 هو يمكن مو معروف elsewhere بكولومبيا او يمكن بمشل معروفين بس يعني مثلا اكو هذا السيلو لما رحنا لاول مره يعني انت اول ما تبدي تغسل ايدك بشوكليت يو دو سكراب بشوكليت وشوجر اوكي يعني عرفت فهذا سويناه again في كولومبيا السنه اللي عقبها يعني اكو واحد ثاني الجو العام مالن هم عجيب احنا يعني لان كنا تقريبا رحنا ل ما حصلنا على عشاء فكان نقول اوكي ليتس دو لانش لان كنا تو جروبس فكنا تقريبا يمكن 26 أو 24. اوكي وايد حطونا كذي بطاولات فكل طاولة صار فيها 4 ولا 5. الجو العام يونس يعني هو
two or three levels بس الديكوريشن طريقة يعني حتى المنيو كنا مجلة فيعني أكو أشياء حلو يعني يكون متعوب عليها فيو دون وانا مسد طبعا أكو ناس إنه خلاص والله مالي خلق أروح كذي إنه شو اسمه يوجولي بالويلكم دينر والجود باي دينر اتس نايس ان لان ذا هول جروب يعني اول واحد ان انت بتتعرف واي ديد يو جوين ا جروب تريب وات دو يو دو يعني اتس لايك ان انتدكشن ايفري ون جيتينج تو نو وان انذر اوكي حلو والجود باي ان يوجولي الجود باي اتس وير يو وان ا جيف يور فيدباك وات يو هاف تو سي اباوت ذا تريب يعني ان بتوين از اوبشنال اوكي Sometimes the lunch يكون هم كذي يعني sporadic ممكن يكون arranged ما يكون arranged. فبس I would say it's a nice experience. Okay. حلو إن أنت تشوف ناس ثانيين. أنا for me personally أحس مع الطب I lost my social skills. يمكن أو يمكن صار ما عندي social skills. وأنا أكو ناس أسميهم socially stupid. لأن يصير ما في فن الحوار ما يعرفوا يسولفون يعني عرفت أوكورد شوية يصيرون وإحنا مثلا بالطب سوالفنا كلها ريليتد على مرضى وكلها ميديكالي أورينتد فتوصى ما أحلى أول ما فتحت سبا أنا عندي سبا باي ذا واي يس أم أوز جونا كم تو ذات فتحت 2015 تدري كنت أضيع أقول زباين ومرضى يعني مثلا اقول where is the next patient بعدين لا هي زبونة مو مريضة يعني وبعدين اكتشفت ان التعامل مع زباين different than مرضى فشلون لما انت التعامل مع ناس شخصيات جديدة فانا بالنسبة لي كان حلو التعرف على ناس برا المحيط الطبي كبار وصغار يعني الجروب تريبس يعني احنا كان عندنا تريب The eldest كان يمكن 62. آه ما شاء الله. And the youngest 22. Okay. ف يعني عشان تخلي هال و they get along. It's nice إن تشوف such mix. أكيد أكيد. شخصيات different. اكتشفت شلون أكو مواهب يعني أنا آخر سفرات أكو وايد من younger generation وعندهم مثلاً their own private business يعني. هذه الخطوة يعني يمكن 10 years ago ماكو أحد يهد شغله الحكومة عشان want to start a private business ما حد يسوي شيء الحين كنا اللي يشتغل بالحكومة هو اللي weird ولا abnormal يعني عرفت قصدي بس it's nice إن أنت يعني تتعرف على ناس جديدة شخصيات جديدة أكو ناس ما تحبهم يعني ما راح تحبهم يعني doesn't mean إنه Everyone's gonna be smooth and nice وعسل ويحلهم. No. في شخصيات الأغلبية are nice وfriendly. تحوشك يعني يطلع لك يمكن مثلا شخص عسر. بس اوكي the rest of the group are amazing. فأنا يعني خلاص. يعني سوي selective negligence حق هالشخص يعني عرفت. تشوف شنو their passion. What are their future plans. حلو إنه يعني sometimes actually you get ideas أكيد أكيد لا أكيد إنه شنو تسوي شنو ما تسوي you discuss things يعني مثلا أنت لو تروح group trip definitely they're gonna abuse you with your business suggestion أو advice يعني ف it's nice okay. يعني أنا I feel it's nice إذا do you لحظة الحين أنتوا لما تسافرون كل واحد طيارة بروحه ولا كلكم مع نفس طيارة أنا فاهم إن الفنادق كل واحد غرفته إيه بس شوف أنت بالوقت الثاني اللي مثلا احنا مو قاعد مو نايم ولا داخل غرفتي يعني كله حولي ناس ولا لا شوف هو دائما مثلا يكون اولا حق الطيران most of the time they recommend you شنو احسن خط زين بس مثلا حق كولومبيا at least احنا الوقت اللي رحنا كان في مع الكلم هي صراحه كانت احسن خط اي وان ستوب وبعدين يعطون special price منو يعطي special price هو صار في ديل مع الجايد اوكي انا اي بروموت يو ان انا يعني انتم عطوني special price عشان انا اخلي my participant يحجزون عندكم اكيد fair enough yeah. يعني why would they choose you اذا انتم ما راح تعطون special price actually it was يعني
I could tell you أنا كنت أسافر بزنس. I could tell you minimum difference بين KLM different 600 إلى 800 دينار. الفرق مع الجايد ولا بدون الجايد؟ لا يعني إيه لأن البرايس اللي عطونا إياه إذا بتذكر على واحدة 600 دينار savings business class وايد زين إيه يعني راح يصير تقريبا 250 إلى 300 بالإيكونومي هذا saving إيه يعني هذا صراحة كان وايد يعني فوق 40% discount وايد مو بس you have to book it تحجز وتدفع الحين أكيد أكيد بس إذا وايد رخيصة أنا حجزت أنا مرة لما كنت بروح نيويورك بالصيف هذا كان بفر أمريكا يعني كان لقيت الطريه ب 550 هم بزنس فاكتي قلت هو وايد رخيص احجز إيه إيه قبل يعني يروح إيه بالضبط اكو حجوزات اي إيه يعني ما تطوف شو اسمه لا حلو اذا يعطيك سعر كذي اوكي إيه فالطياره سهله صارت فدائما يكون مرات مع الطيران اللي يقدر يوفر يكون اكو هالاوبشن فالاغلبيه يحجزونه والروحه والرده والرده طبعا مثلا انت يعني اكو ناس مثلا يقول لك لا والله انا بقعد زياده بروح مني ولا مني فخلاص يعني الجايد مسؤول عنك من اول ما توصل لاخر ما لاخر يوم من الرحله الايتينري دائما مثلا يكون اكو اكتيفيتيز وبعدين تخلص والدينر حلو فترجع الاوتيل الا اذا طبعا اذا بتروح من مكان لمكان فانت مثلا يو وانت تو جوين فور دينر ولا ما تبي اتس اب تو يو يعني هو الدينر از ذير اوريدي بوكت والحلو اللي انا اشوفه انه دائما everyone wants to join يعني rarely ما يصير احد وانا سكيب دينر فاهم جاك حلو لان basically you're just enjoying everything you get to know each other و for whatever بسرعه تطيح الميانه you just feel, it feels like family اكيد فايون يعني اوكي حلو حلو بس يعني دائما يكون اكو فتشة ان انت ترجع الاوتيل ويو ديسايد يعني سمتايمز اصلا لازم ترجع عشان في درس كود بتبدل اي اكيد اكيد اي فاهم اوكي حلو اوكي ميبي ايل جيف ات تراي وان اي 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 ثينك هو اسبوع عرفت أي يعني أسبوع اغلب وايد. الاوقات تكون اسبوع يعني يعني حتى لو صارت مو جوي وايد اوكي اسبوع واحد وبعدين اي 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 يعني كان مانج سي الاشياء اللي انت تبي تشوفها وش اسمه هو اتوقع احسن يعني اذا في رحلات واشياء بعيده وايد اصعب ان انت تسوينها حق نفسك مع جايد وما انا بس بحجز تذكرتي وما راح افكر بالضبط اي هو عليه يعني كل شيء والديتيلز الطريق يو جست شو اب ان ذا مورنينج اي لان مرات اكو اشياء يعني التنقلات هي نفسها اللي يعني صعبه شلون كنتوا بباص مثلا بكولومبيا ولا كولومبيا كان في باص وفي طياير بس ما حد قاعد يسوق لا 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 دائما يكون باص مع الجايد اوكي اوكي فيعني اوكي أي يعني احنا دائما يكون عندنا جايد وهو ارينج يعني يكون ناطرنا بالمطار يعني مثلا يكون طيران داخلي ومثلا من هالمنطقه لهالمنطقه هو اللي يودينا بالباص أوكي بالباص أوكي حلو حلو اوكي let's talk about your business before we wrap this so you have how many businesses now I have the واحد هو البينجر حلو سبارادايس صح؟ سبارادايس إيه سبا وعندي clothing business بس يعني مو وايد active أوكي فهمت ولأن أنا I import them فوقفت مع كورونا أوكي صعب و I was busy وأكو الثالث الحين قاعد يحنون علي اللي هو البيكينج يا أنا هذا من كورونا كان my distress لأن ماكو نادي ماكو شيء شو اسمه فا I used to bake yeah I saw you're making pizzas and whatnot pizza صح؟ فوكاتشا وباستا يعني كل الأشياء اللي تمتن الكاربس كلها كلها شو اسمه فالناس actually وايد ناس قاعد يقولوا لي when you're gonna start your business I mean might as well if you know how to do it أنا I know بس it's a full time job honestly يعني أنا الحين مع السبا وأحس مرات أنا مقصرة وهذا يعني تقعد تجاب التليفون تجاب الأوردرز ما تدري متى يعني شو اسمه maybe it's coming بس للحين شو اسمه ننطر عليهم شوية. So the spa why how that's not a common business to open let's put it this way يعني yes. I never actually thought about this at all. I don't think I'll ever. I mean, I don't know. Why would? How did you come up with this idea? And I open a spa.
It's interesting. أنا أصلاً أحب المساجات. أوكي. وكنا كان أول من متطلبات أو يعني الأشياء اللي included بالسفرة أنا لما أسافر لازم أسوي مساج. أي بالضبط. I have to try the spa اللي بالأوتيل اللي أنا قاعدة فيه. صح. وأنا دائماً أروح النادي. يعني أنا أم تقريباً regular بالنادي. ففي فترة ب 2013 بدأ كنت وايد وايد مشتطة بالنادي ووايد أنا I don't do crossfit. حلو. بس أشياء تقريباً مقاربة فأنا كنت almost daily بالنادي ووايد أسوي أشياء وشي بدأ شوية يصير عندي وأكو مرحلة مرة وصلت قاعدة عري فقال لي my trainer you need to do massage صح وأنا أحب المساج فأنا هني عشان أقول ولا مرة يعني مو ولا مرة بس ما يطري على بالي أسوي مساج بالكويت فبديت عد قمت كنا مساج سيرش سبا سيرش قمت ألفلف على السباهات اللي بالكويت عشان أبي المساج اللي it's like a treatment أنا أبي شيء يوفي مع الكمية الرياضة اللي أنا قاعدة أسويها okay. المهم لما قعدت ألفلف لقيت لي مكان كنت أروح لهم أسبوعيا يعني كنت أسوي once a week مساج سكر هالمكان renovation بعدين غيروا ما صار أكو أحد يعني اللي يسوي اللي أنا أبي. حلو. وقاعدة ألف بس يعني أوكي أنا قاعدة أسوي بس مو اللي أنا أبي. أنا تقريبا كل عطلة عيد وطني أسافر. أنا سفراتي أحطها مع الإجازات الرسمية عشان يطلع لي more days. صح. واحدة من السفرات براغ وبودابست. أوكي. فهنغاري أو بودابست معروفة أو التشيك معروفة. بالمساجات الهوت سبرينجز والاشياء المد وكذي فاحنا بالاوتيل نقول ان هذا المفروض اقدم واول مكان حق هوت سبرينج ومساجات وكذي وي هاف تو جو فرحنا انزين طبعا المكان داثر بس يعني شكله كنا قبه ما ادري شو المهم قسم المساج كان فوق بالروف توب وكان جلاس وبطلين شويه درايش وبس المكان حدد يعني احنا شيء يعني اتس ماترس وبرده بيني وبين رفيجتي نيكست دور يعني ما يعني ماكو مو ماكو برايفسي بس يعني ماكو ساوند بروف ولا شيء حلو بس شنو انت الموسيقى مالتهم الناتشرال ساوند فانا وهي قاعد تسوي المساج وانا قاعد اقول الله حالاته اكو شيء كذي بالكويت okay. قاعد افكر هاو كان يو execute such an idea بالكويت مع هالاتموسفير ان ات كان نايس لما انا بطلت عيوني قاعده طالع السماء لانه كان جام طالع السماء شوي غيم واسمع صوت الشير وصوت العصافير soothing صراحه فانا قاعده اتحاول اتخيله بالكويت بعدين عشان يصير التفكير منو بالكويت يسوي كذي وينو اصلا بالكويت اكو مكان ايش لما بعدين صار أنا ليش ما أسوي؟ بدام إن أنا وايد قاعد أفكر وقاعد أتعب وقاعد أتخيل بالشكل وشلون أسوي شلون بالصيف شلون أسوي فبالتالي أحط قلت I should do this يعني ليش أنا ما أفكر فيه أكيد يعني؟ أكيد. المهم بعدين كان أقول أوكي حالها يعني خلصنا ورجعنا الكويت دين قلت حالها حال أي فكرة وايد تجيني أفكار بس يعني حدها يوم يومين وطوف لأن لاهين بالدوام صح. وبعدين أجين إحنا مو إنه يعني اوكي ليتس دو بزنس يعني انت صعب تروح مكان تشتري قهوه بس مو اكشلي انت تسوي الكوفي شوب اكيد اكيد الفكره ظلت شهر اي ويك اب 3 ام قاعده افكر بالموضوع حلو كان اقول لا اتس سيريس موضوع مو بس بو يومين وخلاص أكيد يعني اكشلي عاجبني الموضوع وقاعده افكر شلون ديزاين وشلون الاقي شيء فلما انت انا قررت فالحين صار انه الحين شلون يعني الحين انا خلاص ابي اسوي المشروع ايه طلع اكو دراسه جدوى في صحيح وبعدين شلون فانا عبالي تدخل اونلاين ويطلع لك اماكن اللي افيلبل حق تاجير تجاري ماكو سوتش اكشلي فانا كان ون اوف ماي فريند بالجيم فتح له جيم عشان ادق عليه قلت له كان وي ميت فور كوف مش ايه شو قلت انا عندي هالفكره هو كان من الناس اللي شجعوني طبعا انا لما قررت الحين خلاص انا
أبي أسوي كذي. اسألني كم واحد سبورتد مي قال لي جو أهد. ما أدري شوية حل. ثلاثة. ثلاثة. أخوي. وها بدر اللي كان عنده الجيم اللي قعدت كلمته وماي ترينر. حلو. بس. هذيلا three males اللي قالوا لي it's a good idea I think you should go ahead and try it. صح. الباجي كلهم. بلا استثناء. شيء منصدم. لا. النيجاتيف فايبس ويعني يحبطونك بطريقة مو طبيعية بس أنا لا شيء. لما آخر شيء قلت لهم ترى أنا I'm serious الحين شلون يعني الواحد شنو يسوي لما يبي مشروع. فأنا هذا اللي فتح له الجيم كان يقول لي إناس نصيحتي حقك قضي إجازة أسبوع تروحين نحدد وين تبين المنطقة وبعدين تروحين عمارة تسألين الحارس ولا تشوفين إذا حاطين على. قلت له أنت مو من صدقك. كان يقول لا من صدقي تاخذين إجازة أسبوع تروحين تفترين. This is how it works in Kuwait. صح كلامه. هذا كان أول إحباط. وبعدين إنزين وعقب وكذي كان تقول لي بنت لما أنا قاعدة معاهم أختي at that time ما كانت مد قاعدة. إنزين. كانت تشتغل في الأطفاء عشان هم يسوون بعد تراخيص. حلو. قلت له أنت لما نيونج حق التراخيص شلون يعني أنتوا شنو بارتكم يعني؟ ساعديني عشان انا منصجي ليش انتم ما حد ماخذني سيريسلي يعني. المهم بعدين كان يقول عن واحده من هذيل الشركات اللي اكشلي دي هيلب يو وصدف ان ات ذات بيريد افري فرايداي الاونر اوف ذس كومباني يوز تو دو فري كونسلتيشن ان هيز ريستورانت. اوكي والله كان اروح كان تشيلي 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 وهذا كان يقول لنا تعال لنا المكتب وهذا وصراحة أما I started with them سووا لي دراسة جدوى والبراندينج وهذا كله وبس وبلش هما اللي يقول يعني كانوا يدورون أماكن ويقولوا لي أروح أشوفهم. حلو. وش اسمه فبس basically it started تشيلي إن أنا أحب المساجات وأبي يعني أبي مساج حق اللي يلعبون رياضة وat the same time أنا لأن أشوف حوامل مساكين الحوامل كلهم يقولهم ما يصير تسوون شيء. صح. لا تتحركين لا تسوين مساج لا تأخذين كذي لا تأكلين كذي لا تشربين كذي. فكان أقول ما في سبب يمنع الحامل إنها تسوي مساج. إذا في سبب يقول هي ما تصير تسوي مساج معناته هي لازم تكون بالمستشفى ما تكون في البيت. بالضبط. فعرفت فماي تارجت كان إنه سبورت جود سبورت مساج. حلو. ريلاكسنج عادي anyone can do it plus pregnancy مساج. فأنا الفوكس حق ماي سبا is to promote إنه مساج الحوامل. حلو وأعتقد knowing إن الأونر دكتورة ولها علاقة. صحيح. بالحوامل أعتقد يعطي شوي confident حق الكلاينتس. أكيد. فبس والله this is how it started 2015 ما شاء الله فبراير والopening كان 11 ما شاء الله سريع زين أقول لك بالنسبة حق الكويت زين كنت أقوم ثلاثة الفير يعني والفكرة في بالي قلت لا هذا I have to do it يعني لا زين حلو الحمد لله للحين شو اسمه للحين ماشي كل شيء في highs up and downs أكيد كل بزنس كذي اضطريت إن أنا أسكر أنا كنت سبا عن صالون سكرت الصالون. أقصد؟ أنا my passion المساجات. Okay fair enough. الصالون كان add-on عشان توهقت يوم اللي بوقع العقد. أنا كان بالي هو طابق كامل هني حريم هني ريايل كلها مساجات. يوم يتوقع كان يقول صاحبي منو ما يصير ريايل ليش separate entrances يعني أنا متشك no ما يصير. اوكي زين اخذني تشينج لا تاخذين الطابق كامل يا ما تاخذين الحين انا خلاص عجبني اللوكيشن يعني اي بلاند ايفريثينج على ذس فكان اقول اوكي خلاص اسوي صالون. حلو. فما كان ماي فوكس على الصالون وصراحه ما كنت اعطي ماتش اتنشن كثر للسبا. حلو. وبالكويت هني يعني احنا مدلعين انلس ان انا عندي واحده فنانه حق الشعر ولا الصبغ ولا الهايلايت ما حد راح يجي وانا اي وزت يعني انا اي واز دوينج اشياء بيسكس. حلو.
فبس it took me long عشان أسكر بس أشواني سكرت قبل كورونا. أوكي. إيه ولا كان الكوست عالي وايد. وايد وايد. لأن أنا كنت أدفع أجار وأدفع معاشات حتى يوم لتا ما كنا مسكرين. أقصد؟ إيه. أجار ما وقفوا؟ لا. أوكي. يعني عطوني خصم بس ما وقفوا. في ناس ما دفعوا. بس قالوا لي they'll take legal action فأنا قلت. إيه هو ما أتوقع يعني بالعالم كله ما أتوقع إن في أحد وقف الأجار بس في ناس قالوا أوكي ما عطل لك سنة. بس عقب سنة أنت بتدفع أي فما يتزول يعني get done with it now. أي أقول لهم الناس كلها يجمعت بكورونا except me شو اسمه لأن أنا هم at the same time كنت أبي أحرص لأن حتى لما كان حاضر جزئي وبعدين فلوا لا حاضر الكل خاص ما حد يطلع بس أكل فترة أم بتون يطلع أنا I wanted to make sure إن اللي يشتغلون عندي ما يروحون home service عشان they don't get the infection. أكيد أكيد. لأن أنا part من شغلي إحنا وصلنا أوكي إحنا أول فترة كنا ندخل بعدين قمنا نطرش البيت. ف not necessarily everyone has COVID should stay in hospital. صح فما. فكنا نطلب فأنا ما أضمن إن هم بس عشان يبون فلوس يروحون فأنا كنت أدفع معاشاتهم كاملة. إيه أوكي. يعني أدفع معاشات كاملة تقعد بمكانكم كل شيء يوصلكم لي عندكم. أوكي أوكي. شو اسمه؟ استأنسوا عليك أتوقع. من صدق كل شهر thank you مدى thank you ما هو أي وايد هم يعني مساكين هم مو ذنبهم بس يعني it's on يعني أنا felt it's only fair يعني no it is yeah I definitely do yeah I mean yeah people I don't know what happened in corona people got bitten really hard and I تكتشفت شخصيات yeah that's yeah بس من ناحية business I always tell people if you can make your business online make it the less fixed cost you have our assets the better لأن إذا أنت online okay we stop for another we take a vacation year nothing happens يعني that is cost of hosting بس ما يتقارن إن المهن قاعد في أجار ومعاش لا وايد وايد لا وايد صراحة I'm glad it worked out for you يلا هي الحمد لله لا أنا يعني من أحسن القرارات أحس لأن أنا هذا قرار إن سكرت الصالون January 2020 I'm better يعني لا انا اكشلي صالون اوكي صالون اي لا لا الصالون يعني انا من كنت مقرره اير قبل بسكره اوكي بعدين كان يصير في حكي انه يمكن احد يدخل بارتنر وكذي بس يعني انا مالي شغل كل شيء هذا وتوك ون يير وما صار وبعدين انه اوكي بيعي وتعرف ان لما الناس يعلقونك يعلقونك بعدين لا ما صار نصيب انا ستيل ام بيينج يعني انا ستيل شو اسمه على جانيوري كان اقول خلاص بس Perfect اللي فيها فيها اي وكان وكتبت كتاب حق الشركه عشان انباع انباع ما انباع خلاص ام ليفينج ات يعني اخسر الحين ولا ان انا اي كيب لوزينج اكيد اكيد فهذا من احسن قرارات خذيته 2020 ان انا سكرته اي لا بيرفكت يا يا ام جلاد يو جت اوت اوف ات اوكي سو ليتس راب ذس سو بارادايس حق حريم الحين بس صح بس حق حريم لان مال العماره مو راضي اوكي لا تصدق عقب ما وقعت كان يبيع العماره للنيو اونرز عادي ما عندهم مشكله بس يعني خلاص قانونيا عادي اتوقع هو تفضيله كان انا ما اوكي شنو الاكونت مال سبارادايس بالانستغرام سبارادايس اندرسكور كي دبليو اوكي وانت يعني هو اتس لايك اس بارادايس يا هاي يعني انا جمعت سبا مع بارادايس فصارت سبارادايس اوكي اوكي I'll put it on the links او you are the travel expert at least for me you seem to know all the countries حتى ادري ان انا مره قايله حق مريم عشان انا اي لايك فيديوز مريم I liked her picture. فمرة كنت قاعدة أقول لها إن مرة قلت لها إن why don't you come with us in one of the trips. الفترة اللي أنا كنت قالت لها هي أعتقد كانت already يعني. مخططة شيء ثاني. إيه كانت بتسافر okay. يعني booked وكذي. قلت لها إن شاء الله next time يعني. Yeah I know for sure. شو اسمه ف. إن شاء الله next time أنت ومريم شنو الأكاونت إنستغرام مالك let's plug it in XO Inas OX XO Inas هذا البيرسون نفسه أنا ما عندي أكاونت مال ترافل أوكي
بس هذا اكاونتي ماي بيرسونال. اوكي فاين. يعني هو اللي حتى مثلا عن رحلات او شيء كلها كلها يتلاقونها. اي بوست انت. اوكي جود. That's a show. Thank you for coming. Thank you for having me on your show. صراحة it was nice. My first podcast. Well, now you have it. It was nice. Good. Thank you. I'm glad you like it. Thank All right. You. That's a show.